شفتوا التسجيلات؟ الناس استفادت من التسجيلات ولا ملهاش لازمة؟ لا جدا ممتازة. طيب مية مية. تمام ممتاز. طيب تعالى بقى نكمل اللي احنا اتكلمنا فيه. ايه اون اس تشيك كليرنج؟ احنا الشابتر اللي فات شابتر اربعه اتكلمنا عن البيمنت سيستم، وقلنا ان البيمنت دي عمليه دفع او عمليه نقل شيء ذو قيمه من طرف لطرف. وخلي بالك انا قلت لك عمليه نقل شيء ذو قيمه، لان مش شرط حضرتك تدفع بفلوس، ممكن تدفع بعربيه، ممكن تدفع بشقه، ممكن تدفع بحته ارض، ممكن تدفع بحته الماز. المهم ان انت نقلت شيء ذو قيمه من حيازتك لحيازه الطرف الثاني. واتفقنا كمان ان اي عمليه دفع خلقها ربنا ليها اربع اقطار رئيسيين: البير اللي بيدفع، البي اللي بيقبض، البير بنك بنك اللي بيدفع، وبنك الايه وبي بنك بنك اللي بيقبض. وقلنا ان عدد الناس او الاطراف اللي في المعادله دي ممكن يتقلص، ممكن يبقوا ثلاثه وممكن يبقوا اثنين. طب ازاي يبقوا اثنين لو انا البير والبي وانا بحول حساباتي في نفس البنك؟ فهنا اصلا انا البير والبي والبير بنك والبي بنك واحد، فهنا برضو تقلصوا. وقلنا ان وسائل الدفع المختلفه بتختلف تطورت على مر الزمن، وهنا في الشابتر ده تحديدا بيركزوا على حته الشيكات. وقلنا ان الشيك هو امر بالدفع، حضرتك بتأمر البنك بتاعك ان هو يدفع المبلغ اللي مكتوب في الشيك من حساب حضرتك لحساب الشخص اللي مكتوب له الشيك. وقلنا ان الشيكات يعني ابتدت في العالم كله تقل استخدامها، تقل 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 تقل، حتى في امريكا اللي هي منبع الشيكات قل استخدامها جدا، بس ده ما يمنعش ان حتى برضو العدد ده ما قل، فهي النهارده بيتم استخدامها على 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 نطاق واسع. طبعا المقارنه بين النهارده وزمان اقل بكتير قوي من زمان، بس ده ما يمنعش ان هي برضو على نطاق واسع. وقلت لك ان انت لو عايز تعرف سبب اللي خلاهم ان هم يتحولوا من الشيكات للوسائل الثانيه، شوف فيلم كاتش مي اف يو كان. طيب تعالى بقى ايه نبدا محاضره النهارده. عندنا حاجه اسمها اون اس تشيك كليرنج. يعني ايه اون اس تشيك كليرنج؟ بص يا ريس، لو انا مدي لك شيك مسحوب على البنك الاهلي المصري، وحضرتك حسابك في البنك الاهلي المصري، فبالتالي البنك الاهلي المصري هو البنك المستفيد والبنك اللي بيدفع. هو البنك المستفيد والبنك بيدفع. فهنا عاده عمليه الشيك، لو انت معاك شيك البنك الاهلي المصري والشيك مسحوب على بنك مصر مثلا او بنك اي بنك تاني، عمليه التحصيل هتاخد من 3 ل 4 ايام. انما لما الشيك يبقى مسحوب على نفس البنك، عمليه التحصيل هتتم في ساعتها. ليه هتتم في ساعتها؟ زي ما بقول لك كده، لان المستفيد هو اللي بيدفع، الاثنين هم الاثنين واحد، اللي بيدفع هو المستفيد، فالموضوع بيتم انترنال. فقال لك ريكوايرز ا بي تو ديبوزيت ا تشيك ات ذا سيم درون بانك، ان حضرتك تعمل ايداع للشيك للتحصيل في ايه؟ في نفس الحساب، في نفس البنك اللي هو مسحوب عليه. طب ده هيتم ازاي؟ يتم ان حضرتك يبقى عندك حساب في نفس البنك. السيتلمنت او عمليه نقل الاموال بتتم في ساعتها الزام ات ذا سيم تايم، بمجرد ما الفلوس اتخصمت من حساب الشيك اتضافت في حساب حضرتك. ليه؟ لان العمليه كلها انترنال جوه البنك، مفيش اطراف خارجيه، لا في مقصه ولا في بنك مركزي ولا في اي سي اتش ولا في الحاجات اللي بتعطل الدنيا دي، ولا في ويك اند داخل في النص ففلوسك تتاخر والكلام ده كله. الشيك اتخصم من حساب الراجل اتحط في حساب حضرتك. طيب الاون اس ده زي ما قلت لك كده، ان الشيك والشيك يبقى مسحوب على نفس البنك، الشيك المستفيد يحط الشيك في نفس حساب البنك اللي هو مسحوب عليه. طيب في بعض البنوك عملت ما بينها وبين بعض تحالفات. قال لك ايه؟ قال لك احنا مجموعه بنوك، انت في الشرق وانا في الغرب، بدل ما العملاء بتوعنا يتمرمطوا ما بيننا، ما تيجي نعمل اتفاقيه، تعالى نعمل اتفاقيه بيننا وبين بعض ان اي حد فينا ليه شيك عند التاني يتخصم في ساعتها ويتضاف في ساعتها. فالبنوك دي عملت اتفاقيه سموها اون وي، اون وي كليرنج، وي اللي هي مجموعه بنوك. فالاون وي كليرنج دي هي فكره اون تو اس كليرنج، بس الاون تو اس ده كان بنك واحد، الاون وي دول مجموعه بنوك اتفقوا مع بعض ان اي شيك لاي عميل فينا مسحوب على بنك تاني من ضمن الجروب دوت هيعامل معامله الاون اس اللي هي السيم دي سيتلمنت، الفلوس هتتشال من هنا وهتتحط هنا. وبالمناسبه الاون وي والاون اس ده دايما بيجي في الامتحان، فلو سمحت اعمل عليهم نوت كده عشان تديهم اهتمام اكبر في المذاكره، لان ده سؤال مجاني وسؤال سهل. طيب اللي بعد كده حاجه اسمها ترانزيت تشيك كليرنج. كلمه ترانزيت دي جايه من سفر الترانزيت. سفر الترانزيت مثلا لو انت اللي فيكم بيسافر افريقيا، يعني
اي بلد انت بتروحها في افريقيا لازم يعني اكتر خطوط طيران منتشره في افريقيا هي الخطوط الاثيوبيه. فحضرتك منين ما انت رايح في افريقيا هتلاقي الخطوط الاثيوبيه بتروح مره في الاسبوع مرتين كل اسبوع الكلام ده. فانت بالتالي بقى اصبح مطار اديس ابابا الدولي هب، اي حد مسافر في افريقيا لازم ينزل مطار اديس ابابا ويركب الطياره الكونكشن. فالناس اللي بتنزل دي اسمها ترانزيت، انا نازل المطار انا مش رايح اثيوبيا، مش عشان انا رايح اثيوبيا عشان انتظر في اديس ابابا ساعه 2 3 لحد ما الطياره. فانا هنا موجود في المطار ترانزيت، فمش معنى ان انا رحت اثيوبيا ان انا دخلت او ان انا خدت الخدمه على الباسبور بتاعي. فانا رايح اعمل ايه؟ رايح ترانزيت، انا قاعد ساعه وماشي. كذلك الشيكات، انت ممكن يبقى عندك شيكات ترانزيت. زي ايه؟ زي انت دلوقتي مثلا انا جنب بيتي هنا البنك الاهلي السعودي، جالي شيك التامين مثلا مسحوب على بنك ساب، البلد اللي انا فيها ما فيهاش فرع البنك ساب. انا هعمل ايه؟ هصحى الصبح واخد دش كده واركب عربيتي واروح البنك. السلام عليكم، انا عايز احصل الشيك ده. البنك هيقول لي انت عندك حساب هنا؟ اقول له اه انا عندي حساب هنا وانا اسمي محمود محمد سيد وادي رقم الحساب بتاعي. هيقول لي طيب يا استاذ محمود، هياخد مني الشيك وايه ويقول لي تفضل انت واحنا هنحصل نحطه في حسابك. الشيك بقى ده اللي هو خده مني، هو الشيك ده قاعد في الفرع ده ترانزيت ساعتين ثلاثه لحد ما البريد او البوسطه تتبعت. ساعتين ثلاثه لحد ما البريد او البوسطه تتبعت. طب افرض البوسطه كانت اتبعت خلاص في اليوم دوت او البريد كانت اتبعت في اليوم ده، هينتظر اليوم الثاني. المهم ان هو قاعد في الفرع ده، قاعد في المكان اللي هو فيه ده، الفرع او المكان اللي هو فيه دوت مش مدى الحياه، هو قاعد فتره معينه، فتره قليله كده وبعدين هيتكل على الله. فدي بنسميها شيكات ان ترانزيت اللي هي في عمليه التحصيل. فديبوزيتد شيكس درون اون اذر بانكس كول ترانزيت شيكس، شيكات في عمليه الترانزيت ان نيد مور بروسيسنج ذان اون اس اور اون وي تشيك. الاون اس تشيك ده كان الشيك مسحوب على البنك الاهلي السعودي وانا حسابي في البنك الاهلي السعودي، خد يا باشا اتفضل الشيك اهوت، تقول لي اه تمام دي القبضه مظبوط خلاص، شلنا الفلوس من هنا وحطيناها في حسابك، البروسيس كمل وانت قاعد في نفس الفرع. انما لو الشيك مسحوب على بنك تاني، لا ده هنا الشيك محتاج الاول يتبعت للهيد اوفيس بتاع البنك الاهلي السعودي، وبعدين البنك الاهلي السعودي ياخده ويروح بيه المقصه او جلسه المقصه بتاعت البنك المركزي ويقدمه لبنك ساب، وبنك ساب يراجعه ويبص عليه، وبعدين لما يوافق يرجع الفلوس للبنك الاهلي السعودي والبنك الاهلي السعودي يرجعها لي. فدي بروسيس بتاخد لها مثلا ما بين يومين لثلاث ايام. فالبنك بيعمل لهم ايه؟ البنك بمجرد ما موظف خدمه العملاء بتقوم من حضرتك من عنده بيعمل الشيكات دي سورتنج وبيرتبهم كده بترتيب هم متفقين عليه انترنال اللي جوه البنك او داخليا جوه البنك، وبيعمل حاجه اسمها زي حافظه او كفر ليتر فيها عدد الشيكات، كل شيك باسم مين مسحوب على بنك ايه برقم كام، وبيحطهم في ظرف مغلق وبيسلم الظرف دوت للمندوب او لوسيله النقل المختلفه. وسيله النقل المختلفه دي بتسلمها في الهيد اوفيس يدا بيد. خلي بالك الحاجات دي حاجات فيري كريتيكال، لو شيك ضاع ولا حاجه هتبقى مصيبه، لو شيك ضاع ولا حاجه هتبقى مشكله كبيره جدا. فالحاجات دي لازم تعامل بمنتهى الجديه. طيب الكلام ده كان زمان، كان الشيكات لازم تتنقل ومش عارف ايه. اللي انا بحكي لك عليه بقى الموضه الجديده في امريكا، لسه ما اتقلتش. ايه اللي بيحصل؟ قال البنوك الامريكيه قالت لك يا جماعه طب احنا ليه بننقل الشيكات؟ ما موظف خدمه العملاء اللي في الفرع دوت اكيد عنده واتساب مثلا. قال لك اه، قال لك خلاص بمجرد ما يستلم الشيك يصور الشيك بالموبايل بتاعه ويحول الشيك من ورقه لصوره ويبعت الصوره دي للبنك للفرع الرئيسي بتاعه عشان يبتدي التحصيل. ايه ده هيحصل الشيك بصوره؟ اه هيحصل الشيك بصوره. طب والاصل؟ قال لك الاصل بقى يجي بعدين بعد يومين ثلاثه اسبوع شهر، بدل ما احنا نبعت عربيه كل يوم نبعتها كل اسبوع مثلا تلم الشيكات بتاعت الاسبوع كلها. بس احنا لو عملنا كده فلوس الناس هتتعطل، فاحنا عشان ما نعطلش فلوس الناس هنبتدي نشغل التحصيل بصور الشيكات وبعدين اصول الشيكات بقى نبقى نتصرف فيها. قال لك از ريزلت اوف ذا ايمج بروسيسنج، ايمج بروسيسنج انا بقيت بشتغل بصور الشيكات، حولت الشيك لايمج اند الكترونيك بريزنت اوف شيكس ان ذا يونايتد ستيتس ميني شيكس ناو كلير سيم داي. يعني بمجرد ما الموظف صور الشيك وبعته للاداره الرئيسيه او رفعوا الابلكيشن اللي هم متفقين عليه، الاداره اشتغلت عليه وبعتته للبنك المسحوب عليه، فالبنك المسحوب عليه لو اتبعت مثلا قبل الساعه 12 الظهر او قبل الساعه 1 الظهر هيرد في نفس اليوم مثلا. فالكلام ده بيتم ايه؟ بيتم سريعا كده with a reminder settling in one day finality اللي هي كل حاجه خلصت بقى. however can still takes several weeks due to potential for refund item sorry returned item. اه هنا بقى قال لك ايه؟ قال لك والله خلي بالك الفلوس نزلت في حسابك، بس ده ما يمنعش ان الشيك لو في مشكله او حاجه ممكن نرجع عليه. فممكن بعد اسابيع او شهر او حاجه تلاقي ان الفلوس اتسحب من حسابك تاني او حسابك قلب بالديبت لو انت حسابك ما فيهوش فلوس نتيجه ان الشيك مثلا كان مزور، كان فيه غلطه، كان مش عارف ايه، لان الحاجات دي مش هتبان بصوره الشيكات.
الحاجات دي هتبان لما اصل الشيك نفسه يروح للبند. صوره الشيك حلوه وكل حاجه، بس يعني ممكن معموله بالفوتوشوب، معموله باي حاجه، بس التزوير او الحاجات دي مش هتبان غير لما الشيكات تروح للبنك المصدر ليها وتاكد ان دي فعلا شيكات. وخلي بالك عزيزك من الشعر بيت، ان زي ما الفلوس بتتزور الشيكات كمان بتتزور، فعادي جدا انك تلاقي شيك مزور. Similar options are typically available in most countries، بس احنا في دول الشرق الاوسط لسه ما لسه الموضه دي ما وصلتش. النوع اللي بعد كده الفورين تشيكس، شيكات مسحوبه على بنوك اجنبيه. شيكات مسحوبه على بنوك اجنبيه، ده بيزيد الطين بله وبله، يعني ده ايه ده اكثر تعقيدا شويه. ليه بقى؟ دلوقتي انا معايا شيك مسحوب على بنك من البنوك، باخد عربيتي يا اما بروح البنك ده واسحب الشيك من على الكاونتر وانا واقف، او ان انا بديه للبنك بتاعي يحصل لي. طب لو انا مثلا في السعوديه ومعايا شيك مسحوب على بنك في السودان هعمل ايه؟ والله عندك اوبشن من الاثنين، يا اما تركب الطياره وتروح السودان وتسحب الفلوس وترجع، وفي الحاله دي قد تكتشف ان تكلفه الطياره او تكلفه الطيران اكتر من الفلوس اللي انت هتسحبها اصلا. طب انت كده بتهرج بقى او بتهزر، او ان حضرتك تدي الشيك ده للبنك بتاعك يحصله لك. طب هيحصله لي ازاي؟ بص يا معلم، الشيكات الاجنبيه دي الشيكات المحليه ليها قواعد وقوانين ومعروفه وبيشرف عليها البنك المركزي بتاع الدوله اللي البنوك دي بتشتغل فيها. انما الشيكات الاجنبيه دي مجهودات شخصيه او جهود شخصيه ما بين البنوك وبعضها، كل بنك ماشي بطريقته. الفورين تشيكس ار ديبوزيتد ات ذا بانك ان وان كونتري درون اون ا بانك ان انذر كونتري، يعني حضرتك حطيت الشيك في بنك في السعوديه عشان يتحصل من بنك في الاردن مثلا. ممكن طبعا الشيك بما انه مسحوب على بنك اردني فممكن يبقى مسحوب بالدينار الاردني اللي هو مختلف مثلا عن الريال السعودي، الدينار ب5 ريال او العكس يعني، بس هو الدينار اغلى، الدينار ب5 ريال. قال لك ذيس تشيكس ار نورمالي تريتد از ا كوليكشن ايتمز، يعني بنعملها على كوليكشن ايتمز ومسندات تحصيل. اند بص بقى، اند بروسيسد اوتسايد ذا نورمال تشيك كليرنج سيستم، يعني الشيكات العاديه ليها دوره وليها مجال وليها سكه بتمشي فيها. الشيكات دي لا بتعامل معامله خاصه كده وايه والبره، عشان كده قلت لك ان هي اكتالات شخصيه من البنوك وبعضها. عاده ما بيتم ارسال اصل الشيك نفسه في البريد، عشان كده الشيكات دي تحصيلها بياخد وقت كبير قوي، قد يمتد لشهور، اسابيع او شهور. اقل واجب مش اقل من اسبوعين ثلاثه، يعني مش اقل، ما تتوقعش ان لو معاك شيك اجنبي مش اقل من اسبوعين ثلاثه عشان الفلوس تدخل في حسابك، ده المينيموم، ده ما تبقى انت كده يعني كل حاجه بيرفكت. فقال لك زي ديبوزري بانك ويل سيت ذا فورين تشيكس وذا كورسبوندنت بانك ان انذر كونتري. اه هنا بقى بيزيد الطين بله، ان البنوك دي لو ما فيش بينها وعلاقه بينها وبين بعض هيبقى هنبعت لحد اسمه كورسبوندنت بانك. يعني انا مثلا دلوقتي معايا شيك مسحوب على بنك في فين؟ في كينيا مثلا. البنوك المصريه او البنوك السعوديه مالهاش علاقه بالبنوك الكينيه مثلا. ايه اللي بيحصل؟ البنك المصري واخد الشيك نفسه وبعته للكورسبوندنت بانك بتاعه اللي هو بنك في نيويورك او بنك في امريكا او اي حد، ويقول له والله بص يا باشا انا معايا الشيك دوت العميل عندي عايز احصله، خد حصل لي الشيك ده. يروح بنك في نيويورك او بنك في امريكا مدور الشيك ده مسحوب على ايه؟ مسحوب على بنك ستاندرد تشارتر كينيا. طب مين المراسل بتاع بنك ستاندرد تشارتر كينيا؟ لو هو نفس البنك هيبعت له على طول. لو المراسل بتاع ستاندرد تشارتر كينيا بنك تاني، البنك المراسل بتاع حضرتك هيبعت للبنك الثاني عشان البنك الثاني يبعت للبنك الصغير اللي هو تابعه اللي هو ستاندرد تشارتر كينيا، يقول له هات لي الفلوس دي، يروح باعتها على البنك المراسل بتاعه، البنك المراسل بتاعه باعتها للبنك المراسل بتاعي، البنك المراسل بتاعي مرجعها لي. اللفه دي اسابيع وشهور، فخلي بالك الموضوع يعني صعب قوي 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 قوي. وزيدك من الشعر بيت كمان، ان في الحياه العمليه في بنوك كتير قوي بترفض التحصيل بتاع الشيكات دي من الاساس، يقول لك لا والله ما بنشتغلش. تلاقي الموظف بيعقدك، تلاقي مش عارف ايه بقى. بس هو فعلا ما مش يعني ممكن يكون ما عندوش انستراكشنز ان هو ياخد حاجه زي كده، وكمان لو فرع صغير او مدينه صغيره او الموظفين على قدهم يعني ممكن يكونوا مش عارفين الحاجات دي اصلا. خلي بالك برضو جوده الخدمات البنكيه بتختلف وبتتاثر انت بتاخد الخدمه البنكيه فين. يعني لو انت بتاخد الخدمه البنكيه في الرياض او في القاهره او في دبي او في ابو ظبي، المدن الكبيره جده مثلا، المدن الكبيره يعني مراكز تجاريه، فالموظفين اللي فيها بيبقوا الى حد ما كواليفايد اكتر، بيبقوا شافوا ترانزاكشنز اكتر، بيتعاملوا حجم معاملات اكتر. انما انت لو رحت مثلا بلد بقى، انا حاليا في السعوديه في مدينه اسمها رابغ دي مدينه صغيره كده جدا، تحس ان هي يعني قريه مش مدينه. البنوك يعني ناس بسيطه جدا 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 خالص، يعني هو البنك دوره على قد ان هو ياخد فلوس ويحط ويدي فلوس بس. سؤال اتفضل،
طيب ايش اللي، هل الشركات الدولية هذه دارجة الى الان؟ درجة الى الان. طيب هقول لك درجة ازاي، ايش السبب اللي يخلي العميل يديك شيك بدل ما يسويها حوالي؟ عشان هل مش عايز حصل في يدفع، حاجة؟ عشان مش عايز يدفع. انا دلوقتي لو عملت لك حواله، لو انت دلوقتي قلت لي يا محمود ان انا عندك 1000 دولار هاته، لو انا عملت لك حواله الفلوس هتخرج من حسابي دلوقتي في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها وتخش حسابك، صح؟ مضبوط صح. لما انا ادي لك شيك انت على بال ما تحصله وتاخد لك شهر ونص شهرين، فاهمني؟ اوكي. وابقى انا اسمي دفعت برضه، انت بتكلمني ليه ما انت معاك الشيك، روح حصله، فاهمني؟ الحته دي هناخدها في شابتر 10، وهقول لك ان ساعات ناس كتير قوي بتلجأ للشيكات دي عشان تأخر الدفع، لانها مش من مصلحتي او مش من المستحب عندي ان الفلوس تخرج من عند الشركه، انا عايز احصل فلوس بسرعه والفلوس اللي خارجه من عندي اقللها شويه شويه، فلما انا ادفع لك بشيك انا كده بعطلك. اوكي. وممكن اعطلك كمان اكتر واكتر ان انا اعمل غلطه في الشيك اخلي الشيك ما يتصرفش. يعني امضي امضه مختلفه او امضه فيها مهزوزه فالبنك يقلق ما يرضاش يصرفها. اعمل غلطه صغيره كده في الشيك، تفقيطه صغيره كده، احط نقطه حبر في حته ما، فاهم؟ في تريكات كده صغيره. فيعني الخلاصه ان اللي بيدفع بشيك دوت في الغالب بيبقى عايز ايه، يهدي الفلوس شويه ومش عايز يخسرك، هو اوفيشالي دفع لك، انت مالكش عنده حاجه بس انت فعليا ما خدتش فلوس. بس كده مستر محمود، يعني كده ما بيبقاش في ثقه ما بين الطرفين، انا الشيك كده في الحاله ديت هيرتد ومش هيبقى في ثقه ما بين لا لا طب ما هيرتد، هترجع له تقول والله الشيك بتاعك ارتد، يقول لك والله معلش وانا اسف وحقك عليا، ده الولاد الصغيرين ده والحبر على الشيك تعالى غيره لك، عد شهر ونص شهرين تاني بقى. يعني ممكن عشان تساعده في الكاش فلو، عشان كده الله ينور عليك، الله ينور عليك، في المانج بتاعت الكاش فلو، والحته دي هنشرحها باستفاضه في شابتر 10، واقول لك ايه التريكس والالعاب اللي بتتلعب عشان الناس دي تاخد بالك منها. هل انا كتريجري ممكن لي الحق ان انا اقول مثلا الاداره انه ما تقبل الشيك او اي حاجه؟ في شركات كتير قوي بترفض قبول الشيكات اصلا، بيقول لك يا اما تدفع لنا كاش يا اما تدفع لنا تحويل في البنك، وفي الغالب تحويل في البنك، خصوصا لو انت دوله فيها الانفراستراكشر بتاع التحويلات دي قويه وسريعه زي السعوديه كده مثلا، فاهمني؟ بس في بعض الحالات لو انت عندك عميل مثلا، عميل مهم، يعني مثلا في مصر، مثلا مصر ما فيهاش التحويلات، فيها مش متطوره زي السعوديه كده، ممكن تاخد وقت، خصوصا تحويلات من بزنس تو بزنس، فالشيكات لحد النهارده في مصر الى حد ما منتشره انتشار كبير، واللي بيعمل كده مثلا كمان شركات المقاولات، خلي بالك طبيعه الصناعه بتاعتك بتختلف. شركات المقاولات هي عباره عن ايه؟ شركه المقاولات بتصرف على المشروع لحد ما تعمل بروجرس معين، وبعدين تعمل فاتوره للمالك للاونر بتاع المشروع فيتاكد ان الشغل اتعمل فيصرف لهم الفلوس، فهم خلال المرحله الاولى دي صرفوا على المشروع، اشتروا حديد واشتروا اسمنت وجابوا عماله وجابوا الكلام ده كله. صرفوا عليهم منين يا ترى؟ ما هم برضه ما بيطبعوش فلوس في الشركه. هم عندهم مبلغ صغير فبيعملوا الشيكات دي، وكمان الشيكات دي بتساعدهم في ايه؟ بتساعدهم ان هو يعمل شيك اجل، انت عمرك ما تعرف تعمل تحويل اجل. فاهمني؟ انما انا ممكن ادي لك شيك دلوقتي اجل شهر يتصرف مثلا يوم 6/7/2023. انت فعليا خدت فلوسك ومطمن. نظريا يعني، بس انت عمليا ما خدتش حاجه. انما اللعب ده مش عارف اعمله معاك بالحواله. فهي برضو استعمال الشيكات بيساعدك انت كتريجري ان انت يديلك قدره على المناوره وقدره ان انت تطلع من بعض الزناقات اللي انت ممكن تبقى موجود فيها. معلش حضرتك، برضو في نقطه تانية، اللي هو لو انا مثلا شركه بطلع شيكات لموردين مثلا وهي مش كفرت في البنك، ما هو انا كده بيأثر على حاجه على قسم الاي سكور لما باجي مثلا اخد اي لونز او اي حاجه في البنوك التانيه، ولا ما صح؟ تبقاش ماشي، حسب قوانين الدوله، بس ده غالبا ده بيبقى ضرر جانبي ما حدش بيبص له، يعني على قد ما بيبصوا للهدف الاساسي اللي هو مانجنج الكاش فلو. غير كده شباب، حد عنده حاجه اشرحها له يعني، او حد عنده اسئله تانيه؟ طيب الكورسبوندنت بانك زي ما قلت لك كده هي بروسيس الفورين تشيكس لوكالي اند واير ترانسفير ذا ماني تو ذا ديبوزيتري بانك، بس بمجرد ان هو يحصلهم هو مش هيدفع لك من جيبه، لما الفلوس تجي له هيبقى اديها لك. طيب هنا بقى زي ما قلت لك كده ان الشيكات دي بتبقى مختلفه عن العمله الاصليه بتاعت البلد اللي هي اتكتبت فيها واصدرت فيها، او عاده بتبقى مختلفه، فعشان كده مثلا لو انت حسابك في السعوديه الفلوس هتجي لك بالريال السعودي مثلا،
طب الشيك اصلا معمول بالدينار الاردني، فهنا سعر الصرف الفلوس جايه لك بالدينار الاردني، عشان تخش حسابك السعودي لازم تتحول من الريال، من سوري من الدينار للريال، فاهمني؟ الا لو انت عندك حساب بالدينار مثلا فهتخش لك دينار على طول. هنا الفوركس ترانزاكشن انفولفد ان ذا بروسيس ذا بي اكونت ويل نوت بي كريديتد تيل ريسيفنج ذا ماني ان ذا فورين كرنسي اند ترانسفيرنج تو ذا لوكال كرنسي. طب ليه الحركه دي؟ عشان ساعات كتير قوي فروق الصرف بتفرق، يعني كلنا شفنا اليورو من فتره هبت هبده جامده قوي، نزل تحت الواحد دولار، يعني اليورو كان ب 98 سنت و99 سنت، ده يعني دي حاجه ما حصلتش في التاريخ. رد دلوقتي ورجع لمستوياته الطبيعيه تاني، بقى دولار بوينت 15 دولار بوينت 14. فهنا الفلوس مش هتدخل حسابك غير لما تتحصل بالفعل. البروسيس دي ممكن زي ما بقول لك كده ممكن تاخد اسابيع وممكن تاخد شهور، وفي بعض البنوك عشان تريح راسها من وجع الدماغ دوت مي نوت اكسبت ديو تو كومبليكيشنز. طيب هل القاعده دي ليها بعض الاستثناءات؟ اه ليها بعض الاستثناءات. ايه بقى؟ بعض الشيكات الامريكيه اللي مسحوبه على بنوك كنديه، كندا وامريكا. كندا وامريكا يعني نظريا هما دولتين، كندا وامريكا، والنظام المصرفي الكندي والنظام المصرفي الامريكي، بس فعليا هما الاثنين منفذين على بعض. فلك some US dollar checks are drawn on Canadian bank but have US MICR line التراكنج داتا بتاعت الشيك بيانات امريكيه، ودي بتتقبل في البنوك الكنديه عادي، ما بتتعاملش معامله شيكات دوليه، بتتعامل معامله الشيكات المحليه. ده اتفاقيه بين كندا وامريكا. الحاجه الثانيه في حاجه اسمها شيك فور نيجوشيشن. بمعنى ايه؟ اقول لك على حاجه، انت دلوقتي عميل عند البنك الاهلي السعودي مثلا، عميل مهم، فانت معاك شيك ب 100,000 دولار، فمدير البنك صاحبك قال لك بص يا عم محمود انا هعمل لك خدمه كويسه. ايه يا ريس؟ قال لك بص الشيك دوت عشان تحصله هياخد له شهر ولا شهرين. ده الشيك مثلا مسحوب على السودان، والسودان فيها حرب ومفيش بنك مركزي ومش عارف ايه، ومش عارفين نطالب مين بالفلوس. طب ايه رايك يا ابو سلطان؟ يقول لك ابو سلطان بص يا ريس، ايه رايك؟ هم دلوقتي عاملين بالسعودي 375,000 ريال. قلت لك صح. وال 375,000 ريال دول يا عالم هيتحصلوا ولا مش هيتحصلوا، ولو اتحصلوا مش قبل شهرين ثلاثه. قلت لك صح برضه. ايه رايك تاخد 350,000 ريال دلوقتي وتتكل على الله وتسيب احنا نحصل الشيك بمعرفتك؟ فاهمني؟ فهو دلوقتي عمل لك حاجه اسمها ايه؟ ادفانسمنت، ادالك جزء من فلوسك 90% 95% او حسب اتفقوا عليه، وخد منك الشيك وهو يحصله بمعرفته. فدي بنسميها تشيك فور نيجوشيشن. فقال لك in some cases the Treasury Bank may negotiate a foreign checks in their circumstances the Treasury Bank will advance هيديلك جزء advance fund to the PE within a few business days. طيب الادفانس ده هل هو فاينل ولا لا؟ بص ممكن يبقى حاجه من اتنين، ممكن يبقى خلاص انت مالكش دعوه باي حاجه، والشيك والبنك يحصل الشيك او ما يحصلوش دي قصتهم، انت خلاص كانك بعت الشيك للبنك. بس هنا عاده بتبقى ايه؟ بما ان معلكش مسؤوليه فالرقم بيبقى قليل شويه، فال 100,000 دولار لو هم عاملين 375,000 ريال مثلا، البنك هيدي لك 300 320 بالكثير قوي، لان في ريسك. الحل الثاني ان البنك يقول لك طب خلاص انت ليك عندنا 375,000، خد 300 دلوقتي وال 75 لما ايه؟ لما الفلوس تتحصل، بس ال 75 هنخصم منهم 5,000 بس رسوم اداريه، فيبقى انت ليك عندنا 70. بس في حاله لو الشيك ما تحصلش او الشيك اترفض باي سبب من الاسباب هترجع ال 300,000 اللي انت خدتهم. قال لك will advance a fund to the PE in a few business days without waiting to receive the fund from the paying bank. The depository bank will return recourse. Recourse ده اللي هو ليه حق ان هو يرجع عليك to the paid funds until the payment is finally settled. فانت عندك حاله من اثنين، الحاله العمليه اللي بيحصل يا اما البنك انت بتبيع الشيك للبنك هو يحصله بمعرفته، في الحاله دي هو حصل ما حصلش اتخانقوا مع الراجل خد فلوس مزوره انت بره عنك الكلام ده. بس في الحاله دي انت بتاخد جزء صغير. طيب الحاله الثانيه ان انت بتاخد جزء من فلوسك والباقي بعد التحصيل، فدي بنسميها ريكورس، البنك ليه حق ان هو يرجع عليك لو ما عرفش حصل. طيب الاند بوينتس، الاند بوينتس اللي هي نقطه المنتهى، الشيك ده اخره ايه؟ اي شيك في الدنيا اخره البنك اللي هو مسحوب عليه. شيك مسحوب على البنك الاهلي السعودي اخره البنك الاهلي السعودي، شيك مسحوب على البنك السعودي الفرنسي على البنك السعودي الفرنسي، على البنك الاهلي المصري اخره البنك الاهلي المصري. بيتم حفظه هناك. فقال لك is the location of the paying bank، البنك اللي هو دافع الفلوس. The end point is shown in the routing information. لو انت بصيت كده في البنوك بيبقى في حاجه اسمها دوره او خط سير الشيك، خرج من البنك الفلاني راح البنك الفلاني، يتسلم من المندوب ده للمندوب ده للمندوب ده للمندوب ده. فلو انت بصيت في الروتنج انفورميشن كده هتلاقي ان ايه؟ راح فين وجه منين وانتهى بيه المطاف فين.
لو انت بتتعامل في الشيكات فانت لازم تبقى عارف شويه تواريخ مهمه وشويه مصطلحات مهمه جدا جدا جدا. اول مصطلح اسمه الليدجر كات اوف تايم والديبوزيت ديدلاين. الليدجر كات اوف لاين ده ميعاد الاغلاق الدفتري، والديبوزيت ديدلاين اللي هو مع الديدلاين بتاع الايداع، الديدلاين بتاع الايداع وميعاد الاغلاق الايه الدفتري. ايه الكلام ده؟ اقول لك بص يا باشا، حضرتك دلوقتي جايب لي شيك الساعه 2 الا 5، جايب لي شيك الساعه 2 الا 5 وعايزني احصله لك وعايزني انزل لك الفلوس في حسابك. طيب لو هو دلوقتي الشيك ده مسحوب على بنك تاني، انا استحاله احصله في نفس اليوم، لان انا لازم انتظر لحد تاني يوم عشان ابدا الاجراءات، لان البوسطه زي ما قلت لك او البريد خلاص طلع من البنك وراح البنك الرئيسي. طيب لو انا الشيك جوه نفس البنك وانا حصلته لك بالفعل هو اون اس تشيك كليرنج دوت، الفلوس هتنزل في حسابك دلوقتي، بس انت دلوقتي عايز عليها فايده وعايز تحسب انترست، اقول لك لا، لان الساعه دلوقتي 2 والكات اوف تايم بتاع حساب الفايده ان الفلوس هتبقى في حساب حضرتك قبل الساعه 1 مثلا. فانت لازم تبقى عارف البنك بتاعك الكات اوف تايم بتاعه امتى، بتاع الدفتر وبتاع الايداع، بتاع الدفتر عشان عدد ايام التحصيل وبتاع الايداع عشان الفايده. طب ليه الايتمين دول مهمين قوي؟ الايتمين دول مهمين قوي لان انت مثلا خدت شيك مثلا بره في امريكا، هم جمعه وسبت اجازه، سوري سبت وحد اجازه، فبيشتغلوا من الجمعه للاثنين او من الاثنين للجمعه. فبالتالي لو انت رحت فرع بنك في امريكا الساعه 3 الظهر وعملت ايداع للشيك، اه هياخد منك الشيك، بس لو الليدجر كات اوف تايم بتاعه الساعه 2 الظهر مثلا، هو مش هيبدا يشتغل على الشيك ده غير يوم الاثنين. فلو الموظف قالك 3 ايام عمل، فانت هتبقى فاكر ان الفلوس هتنزل في حسابك يوم الاثنين او يوم الثلاث، هاويفر ان هي فعليا مش هتنزل غير يوم الخميس او يوم الاربعاء. ليه؟ عشان 3 ايام عمل من بدايه الشغل عليه. فلازم حضرتك تبقى عارف حاجتين، الليدجر كات اوف تايم والايه والديبوزيت ديدلاين. اتكلم مع البنك بتاعك قول لهم الديبوزيت ديدلاين الساعه كام، الساعه كام. هتلاقي موظف اللي بتتعامل معاه لو هو مش فاهم يقول لك يعني ايه، قول له يعني انا الفلوس لازم تبقى ظاهره في حسابي قبل الساعه كام عشان تاخد، ما تقولوش فايده بقى، قول له تاخد حق نفس اليوم، حق نفس اليوم اللي هو السيم دي فاليو سيم دي، لان فاليو سيم دي دي بيترتب عليها حاجات كتير، او يترتب عليها ان انت ممكن تطلع شيكات في حدود الرقم اللي في حسابك، ممكن تعمل تحويلات في حدود الرقم اللي في حسابك، ممكن تاخد فايده، الكلام ده كله، بس لازم تبقى حق نفس اليوم. ماشي؟ فالليدجر كات اوف تايم ميعاد الاغلاق الدفتري والديبوزيت ديدلاين عشان تعرف حق نفس اليوم الساعه كام. حد عنده مشاكل؟ حد عيد له تاني؟ بالنسبه اللي هي دي اند بوينتس ديت، النقطتين دول معلش، الاند بوينتس دي اللي هو الشيك ده يعني خلاص مساره فين؟ بالبلدي كده البنك اللي هو مسحوب عليه، لان الشيك ده في الاخر هيروح البنك اللي هو مسحوب عليه عشان يتم حفظه في الاركايف. طيب اللي هي the end point is show as routing information routing transmit no. دي عباره عن ايه معلش؟ خط سير الشيك، خط سير الشيك، الخط سير الشيك ده مين استلمه من مين، الساعه كام، راح فين، جه منين، مش عارف ايه وبتاع، بس هي في الاخر يعني الشيك يهمنا ان هو وصل للبنك اللي هو مسحوب عليه. عشان ايه؟ ليه احنا بنعمل الروتنج انفورميشن دي؟ عشان ساعات الشيكات بتتاخر، فحضرتك تبقى عارف الشيك بتاعك فين، لان هو وارد جدا يضيع، يفقد، يتنسي. موظف خدمه العملاء في الفرع اللي انت رحت حطيت فيه الشيك ما بعتوش مع البريد، فاهمني؟ فكل طرف من اطراف العمليه هيحاول يلقي اللوم او يلقي الملامه على الطرف الثاني، ده الشيك ما جاليش، فيقول لهم يا جماعه بس كده، ورلون الروتنج نمبر، انت استلمته امتى وانت خرج من عندك امتى بس. فدي بتبقى حاجه اجراءات داخليه جوه البنوك، عشان لو حد لا قدر الله لو الشيكات اتاخرت في التحصيل يبقوا عارفين هي راحت فين، وعشان كمان التراكنج، لان انت ما بتتكلمش عن شيك او اثنين او ثلاثه، بتتكلم عن الملايين من الشيكات. ريفرنس يعني تراك بيه ال بالظبط. انا يعني في شغلي عامه في كشف حساب البنك بشوف كلمه ار تي ان دي كتير، بيبقى جنبها رقم كده الروتنج نمبر، بس في تحويلات مش في شيكات يعني. ما هي خلي بالك، ما التحويلات ليها دوره سير برضو يعني، مش كده يعني. يعني نفس النظام اللي هو الروتنج ترانسميت اللي هو نفسه بيبقى ليها ريفرنس يعني. ليها ريفرنس طبعا، ليها ريفرنس والتعقيدات والشيكات والتحويلات كمان اعقد من الشيكات. تمام ماشي يا ريس، كبير كده.
يعني حتة التحولات دي احنا لسه يعني اللي هي الـ RTN دي او الحتة دي لسه هنتكلم عليها، ولا ديت بص، هو اللي هي الجزئية اللي الكتاب هنا كنت اتكلم عن الشيكات بستحق بس، فيها قبل المحاضرة؟ الكتاب هنا اتكلم عن الشيكات بس التحولات هنتكلم عليها بس من سكوب تاني. خليك معايا وان شاء الله هتلاقي اجابات عن كل اسئلتك. اصبر بس عليا. باقي الشباب حد عنده اسئله تانية؟ حد يسال على حاجه؟ ايوه باشا، عندي سؤال بس لو سمحت. معاك هيثم، اتفضل يا باشا. بس عاوزك توضح لي الفرق بين الديبوزيت ديدلاين والليدجر كات تايم. انا فهمت ان الديبوزيت الليدجر كات ديدلاين اوف تايم ده، بص الليدجر كات اوف تايم ده ان انت دلوقتي انا عشان الفلوس دي تاخد حق نفس اليوم، او عشان ابتدي اشتغل على الايتم ده في نفس اليوم لازم انت تعمل لي الايداع قبل الساعه 1، فالشيك لازم تعمل له ايداع قبل الساعه 1، فاهمني؟ لو الديبوزيت انت بقى ان بعد هو يستلم الشيك منك على الكاونتر، صح لا، كده؟ الديبوزيت ديدلاين ده عشان يديلك حق نفس اليوم الفلوس لازم توصل حسابك قبل الساعه 1. يعني انت دلوقتي عملت لي تحويل مثلا، التحويل ده لو وصل في حسابي الساعه 10 الصبح او 11 الصبح هياخد حق نفس اليوم، فبالتالي اعرف اصرفه انا من فرع تاني او من الانترنت بانكينج في نفس اليوم اعمل تحويل. انما لو هو وصل للبنك الساعه 2 والديبوزيت ديدلاين الساعه 1، انا هبقى شايف الفلوس دي في حسابي كرصيد دفتري. عارف انت ساعات كده تلاقي في الانترنت بانكينج يقول لك رصيد دفتري ورصيد متاح. الرصيد اوكي، المتاح ده اللي انت تقدر تتصرف فيه، تقدر تحوله، تقدر تسحبه، تقدر تعمل فيه اللي انت عايزه. يعني الفرق دايما ما بين الليدجر بالانس والافيلابل بالانس ان هو شيكات تحت التحصيل او دفعات تحت التحصيل مع مش البنك. شيكات تحت التحصيل ولا دفعات تحت التحصيل، ايتمز باختلاف انواعها تمت بعد الديبوزيت ديدلاين. بمعنى ايه؟ عارف انت مثلا لما تروح تشتري حاجه تسحب فلوس من الاي تي ام مثلا في الجمعه او السبت اللي هو البنك قافل فيهم، تروح تفتح الانترنت بانكينج بتاعك هتلاقي رصيدك هو بس هتلاقي رصيدك الدفتري 100,000 جنيه مثلا وانت سحبت 500، فهتلاقي رصيدك الفعلي 99,500. ال 500 دول معمول عليهم بلوك. ليه؟ لان دول تموا بعد الديبوزيت ديدلاين. خلي بالك الديبوزيت ديدلاين ده على الايداعات وعلى المسحوبات برضه، بس بمجرد ما البنك يفتح يوم الاحد هيتشالوا من حسابك. تمام. يعني الفرق ده ممكن يكون برضو اوت فلو، انا عملت بيمنت طبعا. بس لسه ما اتنفذتش. طبعا بيمنت ما اتنفذتش. لو انت دلوقتي عايز تسكت واحد عمال يزن عليك ويقول لك اعمل لي تحويل اعمل لي تحويل اعمل لي تحويل والساعه 4 ومفيش تحويلات هتتعمل دلوقتي، فتروح عامل تحويل وانت عارف الفلوس مش هتطلع من حسابك، وتروح باعت له السكرين شوت، فاهمني؟ انت كده سكتته والفلوس مش هتخرج من حسابك غير ثاني يوم الصبح. انا وقتها هلاقي ان في فرق ما بين الليدجر بالانس والافيلابل بالانس. تدور على الحاجات المتعلقه. حلو، كويس قوي، تمام، زي الفل. مش حلو. طيب باقي الشباب الدنيا تمام؟ طيب تعالى بقى ايه؟ الافيلابيلتي سكيدول بقى. بص يا باشا، البنك اللي بيحصل لك الفلوس برضه عنده قواعد وقوانين. بيقول لك والله يا عم محمود عشان يطلع لك الفلوس في حسابك لازم الفلوس تجي لي قبل الساعه كذا ومش عارف ايه وبتاع. فانت لازم تبقى عارف الافيلابيلتي سكيدول بتاع البنك بتاعك سواء في الان فلو او في الاوت فلو. بمعنى ايه؟ بمعنى انا دلوقتي لو عملت تحويل هتنفذه امتى؟ لو انا عملت تحويل قبل الساعه 10 هتنفذه امتى؟ ولو انا عملت تحويل بعد الساعه 2 هتنفذه امتى؟ والفلوس اللي جايه لي تظهر في حسابي امتى؟ فقال لك هايلايت ذا اند بوينت فور اوتش تروي واتش بانك. كل بنك من البنوك بقى ليه القواعد بتاعته. وخلي بالك برضو حته صغيره كده ازيدها لك بره من بره الكلام ده، عندي مش لازم قواعد البنك او نفس القواعد تطبق على كل عملاء البنك. مش لازم نفس القواعد تطبق على كل عملاء البنك، ممكن تلاقي عملاء مميزين شويه وممكن تلاقي عملاء عاديه. بس كل بنك بيحط السكيدولز بتاعته بيزد اون اتس بروسيسنج سكيدول كابابيلتيز والبرايسنج ديسيجنز. فهنا برضو اللي بيفرق معاك انت بتشمع بنك كبير ولا بنك صغير، لان البنك الكبير هيحاول على قد ما يقدر يدي لك فاليو اكتر. انت بتدفع اتعاب عاليه ولا اتعاب قليله؟ لان ده برضو هيفرق معاك. وزي ما قلت لك كده بين السطور ان مش كل العملاء بتوع البنك بيتعاملوا نفس المعامله، في عملاء بيبقوا مميزين شويه فبالتالي امورهم بتخلص اسرع. طب ازاي ابقى انا عميل مميز؟ تبقى عميل مميز بحجم الشغل بتاعك مع البنك. كل ما كان حجمك مع البنك كبير كل ما كان البنك عنده الرغبه ان هو يرضيك
ويحافظ عليك كعميل، فهتلاقيه بيعمل لك الحاجات بره الصندوق. الحته دي هنناقشها في شابتر 7 باستفاضه، حته علاقتك مع البنك. فبيقول لك ان انت عشان تاخد الرقم اللي او الميعاد اللي البنك قايل لك عليه في الدليفري سكيدول بتاعه او في الافيلابيلتي سكيدول بتاعه، لازم حضرتك برضو ايه تحط الفلوس او تعمل الايداع قبل الديبوزيت ديدلاين. عشان كده قلت لك الديبوزيت ديدلاين والليدجر كاتر تايم دول مهمين جدا 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 جدا، لازم تبقى عارفهم زي اسمك. لو انت فوتت الميعاد اف ذا ديبوزيت ديدلاين از ميست الافيلابيلتي از دريد، زي ما قلت لك كده في المثال بتاع الراجل اللي راح حط الفلوس يوم الجمعه الساعة 3، هو فاكر الفلوس هتجي له يوم الاثنين، لا الفلوس هتجي لك يوم الخميس او يوم الجمعه اللي بعده. طيب بما اننا اتكلمنا عن الديبوزيت ديدلاين وان هو ازاي بيأثر في الفلوس اللي هتخش لك، فهو هنا بيأثر في الرصيد بتاعك. طيب رصيدك دوت، الرصيد بتاعك دوت بيترتب عليه حاجات كتير قوي. انت ممكن تبقى مسلم شيكات لعملاء او لموردين، سوري لموردين، على افتراض الفلوس اللي جايه لك، فالفلوس اتاخرت والناس الموردين دول راحوا يصرفوا الشيكات في المواعيد المتفق عليها، مش هيلاقوا فلوس. فاهمني؟ فهنا حته ان انت فوتت الديدلاين او البنك اخلف وعده معاك وات ايفر المحصله واحده، فانت هنا حضرتك حسابك اتكشف. هنا لو حسابك اتكشف البنك ممكن يغطي حسابك نظير فايده، تبقى فايده مجحفه طبعا، او ان حضرتك الشيكات تترفض وترتد عليك. وفي الحالتين المحصله مش احسن حاجه، فحضرتك لازم تبقى عارف كويس قوي 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 الفلوس هتخش لك امتى، تراعي الديبوزيت ديدلاين والليدجر كات اوف تايم. وكمان نصيحه من بره الصندوق، وانت بتسلم الشيكات للموردين ما تخليش ميعاد التسليم هو ميعاد وصول الفلوس، لان الفلوس ممكن تتاخر لاي سبب كان. ادي لنفسك بافر يوم ولا اثنين ولا ثلاثه، ما تخنقش نفسك وتبقى عامل زي اللي بيربط الحبل حوالين رقبته، ما تقرطهاش قوي، لا خلي الدنيا يعني واسعه شويه. قال لك البالانس ميجرمنت اند فلوت كالكوليشن ار ديتيرمايند باي ذا ريليشن شيب اوف ذا تايم اوف ذا تشيك از ديبوزيت اند ذا ديدلاين سيت باي ذا ديبوزيت انستتيوشن، الوقت اللي انت حطيت فيه الشيك والوقت المسبق للتحصيل. بس طبعا عشان تاخد شغل نظيف لازم تلتزم بالمواعيد. طيب هنا هياخدك لحاجه اسمها الليدجر بالانس. الليدجر بالانس اللي احنا كنا لسه شرحناه من شويه، الرصيد الدفتري والرصيد الفعلي. الرصيد الدفتري والرصيد الفعلي. الليدجر بالانس ده الرصيد الدفتري اللي هو لسه متقصر، في حركات كده ممكن تبقى بيندنج مستنيه حاجه تتعمل. الحركات دي ممكن تبقى حركات ان هتزود فلوسك او حركات اوت هتقلل فلوسك. فقال لك الليدجر بالانس دي ار بانك بالانسز ذات ريفليكت اول انترست تو ذا بانك اكونت regardless whether deposited items have been collected or available for withdrawal. يعني سواء فلوس هتخش حسابك او فلوس تخرج من حسابك. الليدجر بالانسز ار امبورتنت فور اكاونتنج بيربوسز، مهم انت محتاجها قوي عشان الدفاتر بتاعتك، عشان مثلا لو انت بتقفل السنه محتاج كشف حساب البنك، محتاج مسابقه مع البنك، الاوديتورز محتاجين يبصوا على الحاجات دي، كل الكلام ده. النيجاتيف ليدجر بالانس لو انت حسابك اتكشف ممكن يؤدي زي ما قلت لك كده لليدجر اوفر درافت. اوفر درافت يعني افتراض على المكشوف، فالبنك يسلفك بفايده او يغطي حسابك بفايده وفايده مجحفه، او فور ويتش تشارجز كان بيسس، اكيد هيسحب عليك فايده. انا فاكر في مره كان الفايده 20% في الشهر، 20% في الشهر، في وقت كانت الفوائد فيه 5-6% اللي هو تريبل الفايده. فلو سمحت زي ما قلت لك كده راعي المواعيد، وكمان وانت بتسلم الشيكات بتاعتك او البيمنت بتاعتك السكيدول بيمنت بتاعتك ما تحطش ده مع ده في نفس اليوم، ادي لنفسك بفر عشان تعرف تتنفس. ادي لنفسك بفر عشان تعرف تتنفس. طيب يا مستر سؤال، الان البنوك بتاخد الاكشن على طول انه موضوع انه هي تغطي وتحسب عليك فايده حسب اتفاقك معاهم؟ يعني انت ممكن وانت بتفتح عقد التسهيل يبقى في ماده كده يقول لك والله ان في حاله ان الحساب مكشوف هنسلفك بفايده كذا، او في بنوك تانية هتكلمك في التليفون تقول لك والله يا باشا انت حسابك دلوقتي مكشوف، ايه رايك احنا ممكن نعمل لك كذا، بس محتاجين ايميل منك او محتاجين انك تكونفيرم علينا في التليفون. وفي بنك ثالث ده اسوأهم، هيسيبك تخبط ضمانك في الحيط ومش هيقول لك اصلا، وهيخلي الشيكات ترتد. اوكي طيب other checks processing factors affecting، ايه الحاجات الثانيه اللي بتاثر في الشيكات او تحصيل الشيكات؟ ال RDC image capture، انك تحول الشيك لصوره. RDC دي اختصار للريموت ديبوزيت كابتشر، اللي احنا شرحناه المحاضره اللي فاتت والمحاضرات، وقلنا انك بتحول الشيك بصوره وبتحصل الشيك بالصوره. ريجكت ايتمز، الايتمز المرتده نتيجه بقى اي حاجه، وقلت لك ان الالعاب اللي ممكن تتلعب في الشيك العاب كتير قوي.
از اوف ادجستمنت. از اوف ادجستمنت دي الاخطاء. اي عمليه في الدنيا فيها اخطاء، ومش معنى ان احنا غلطنا مره ان دي نهايه العالم، لا، الاخطاء ممكن تتصلح. فحضرتك لو انت مثلا قدمت 10 شيكات حصل منهم 9، طب الشيك العاشر فين؟ الشيك العاشر ممكن يبقى ارتد لاي سبب من الاسباب. وارد جدا ان البنك بتاعك يكون نسيه، يكون يعني اللي بيحصل في الحاله العمليه مثلا. خلي بالك انا زمان كنت بشتغل في بنك مثلا، كنت بشتغل في بنك بدون ذكر اسمه، فكان كان يعني كنا بنك في حته كده، حته سياحيه، فكان شغلنا اكتر يعني ايه، مش بيزنس على قد ما هو ايه، صرافه ومش عارف ايه وحاجات متعلقه بالسياحه. فلما كان بيجي لنا شيك كناش عارفين نتعامل معاه ازاي، لان كلنا ما عندناش الباك جراوند دي، كلنا ناس يعني ايه مهتمين اكتر بالبرستيج والسياحه والشياكه والنظافه، مش عارف مش انجيجد قوي في في البروسيس دي. عشان كده بقول لك ان فروع البنوك المختلفه، يعني فروع البنك الواحد المختلفه، هتلاقي السيرفيس فيها مش على نفس المستوى، يعني استحاله تلاقيها على نفس المستوى. هيفرق معاك قوي المكان اللي انت بتاخد فيه السيرفيس، عشان انت عشان كده لو انت في بلد مثلا نائيه او اقاليم او حته سياحيه، ما تتوقعش انك هتاخد نفس السيرفيس اللي تاخدها في العاصمه، لان الموظف الثاني بتاع السياحه دوت، لا انا عندي تارجت ان انا عايز ادخل النهارده 100,000 دولار مثلا، تارجت الفلوس مش تارجت اي حاجه ثانيه. فلما كان بيجي لي شيك كان الموضوع بيبقى ايه، غريب عليا شويه. فوارد جدا مثلا ان انا مثلا اسيب الشيك يوم ولا حاجه عشان انا مش عارف اعمل فيه ايه، محدش قال لي ان اهميه اليوم ده عامله ازاي. وارد جدا وانا بتعامل مع الشيك سهوا يلزق في الورقه ما اخدش بالي منه، فيبقى يبقى حاجه مش موجوده، فاهمني؟ فبالتالي التحصيل اتاخر. طيب الحاجات دي بيتم اكتشافها، عشان كده قلت لك الروتينج نمبر بيقول لك كل واحد الشيك ده راح فين، خرج امتى، راح امتى، مشي امتى، سلم لمين، الساعه كام، اليوم ايه، الكلام ده كله. فعشان كده لو في ادجستمنت تتغير. وحضرتك لو ليك غلطه عند البنك اطلب تعديلها، واطلب تعديلها باثر راجع. يعني اذا فلوسك كانت المفروض تخش في حسابك النهارده ودخلت بعد يومين، اطلب بفرق الفايده بتاعت اليومين، طالب بيها عادي، ده حقك، والبنك هيستجيب. انما لو انت ما طلبتش محدش هيديلك حاجه، فعادي لو حصل غلطه مش نهايه العالم، تتصلح. الفاليو ديتنج اللي هو اللعب في تواريخ الحق، زي ما اقول لك كده، ان انت ممكن تمشي واحد. نعم يا حبيبي اتفضل. ايش المقصد بالفائده؟ تطلب بفائده في السعوديه؟ ما في النظام ده مثلا، ممكن في مصر. السعوديه ما فيهاش فائده، السعوديه ما فيهاش فائده مثلا. بس السعوديه ما فيهاش فائده، بس في بعض الدول مثلا فيها فوائد. امريكا فيها فوائد، مصر فيها فوائد، في دول ثانيه خليجيه فيها فوائد. فبالتالي انا مثلا بدي لك فايده مثلا وليكن 10% في السنه. ال 10% في السنه دول على مبلغ مليون جنيه يعملوا 100,000 جنيه في السنه. يعني اليوم بكام؟ اليوم السنه فيها 365 يوم، يعني اليوم بحوالي 250 جنيه فايده مثلا. لو الشيك دوت كان المفروض يتحصل يوم الاثنين، او يدخل في حسابي يوم الاثنين ودخل في حسابي يوم الخميس او يوم الاحد اللي بعديه، فحضرتك كده خسرتني فوائد 4 أيام 1000 جنيه اطلبهم من البنك، والبنك هيحط لك الفلوس دي. طيب الحته الثانيه بتاعت الفاليو ديتنج، لو سوري الادجستمنت دي، لو انت مثلا كان عندك شيكات المفروض تتسحب تتغطى من المبلغ اللي جاي ده، والمبلغ ده ما جاش نتيجه غلطه البنك، وبناء على كده البنك سلفك فلوس بفايده، اطلب ان الفايده بتاعت المبالغ اللي سلفها لك البنك تتشال، لان اللي حصل ده حصل نتيجه غلطه من البنك. وزيدك من الشعر بيت ان في بنوك كتير قوي بتتعمد تعمل الموضوع ده، ياخر لك الفلوس اللي داخله عشان يجبرك او يزقك زق كده ناحيه ايه، ناحيه انك تستلف منه فلوس، فاهمني؟ عشان كده قلت لك قبل في الباراجراف اللي قبل ده، حاول وانت بتطلع الفلوس اللي خارجه من عندك ما تزنقش نفسك في نفس يوم وصول الفلوس خوفا من اي حاجه، غلطه مقصوده او غير مقصوده، خليك دايما في الوسط. بس لو ثبت ان الغلطه كانت من البنك، اطلب ان الفايده اللي اتحطت عليك تتشال. كبير؟ طيب احنا كده خلصنا الشيكات. طب في ايه مدفوعات ثانيه ورقيه؟ في مدفوعات ثانيه ورقيه. قال لك some payments and instruments have a checks like criteria. في بعض المدفوعات الورقيه هي بعض الخصائص الشيكات، ايه هي بقى؟ اول حاجه كاشير تشيك او سيرتيفايد تشيكس، شيك معتمد. بص يا ريس، الشيك المعتمد ده شيك البنك هو اللي كاتبه على نفسه، فالشيك ده استحاله يرتد. الشيك المعتمد ده استحاله يرتد، ليه بقى؟ الشيكات العاديه شيكات شخصيه، محمود كاتب على نفسه شيك، محمود ملاءته الماليه كويسه وكل حاجه، بس هو في النهايه بشر يخطئ ويصيب زي ما بيقولوا كده يعني.
فممكن الشيك يرتد عادي جدا، حسابه ما فيهوش فلوس، كان حاسب حسبه في دماغه الفلوس ما جاتش، فالشيك ارتد لعدم كفايه الرصيد، امضته على الشيك امضه مهزوزه، في غلطه في الشيك، التفقيط الرقم الرقم بالحروف غير الرقم بالارقام، اي حاجه يعني، سواء غلطه مقصوده محموله قصد ان هو يعملها او غلطه غير مقصوده. انما الشيك السيرتيفايد تشيكس او الكاشير تشيكس او درافت تشيكس ده شيك البنك هو اللي كاتبه على نفسه. فهنا البنك الشيك ده استحاله يرتد. طب البنك بيكتب على نفسه الشيك ليه؟ وارد جدا ان حضرتك تكون بتتعامل مع جهه حكوميه، الجهه الحكوميه تقول لك والله احنا مش عايزين شيكات شخصيه، عايزين شيكات سيرتيفايد تشيكس. لان الحكومه والشركات الكبيره ما بتهزرش، ما ينفعش الشيك يرتد. فحضرتك بتروح للبنك تقول له يا بنك انا عايز اعمل سيرتيفايد تشيك، يقول لك طب خلاص حاضر، عايز تعمله بكام؟ عايز اعمله ب 20,000 ريال مثلا. طب حسابك فيه فلوس؟ اه حسابي فيه فلوس. البنك هيخزن الفلوس من حسابك ويحطهم عنده. والبنك هيكتب على نفسه شيك، يعني الشيك مش مسحوب مش مكتوب باسمك، لا الشيك مكتوب باسم البنك. ويقول لك اتفضل الشيك اهو، روح سلمه للجهه اللي طالباه. تمام؟ فهنا كانك انت خليت البنك يكتب بالنيابه عنك شيك. طب ليه بنعمل كده برضو؟ عشان الجهه اللي طالبه الشيك او الشخص اللي طالب الشيك مش واثق فيه، او يعني او ليه باد هيستوري معاك او اي حاجه. فهي تعتبر ايه؟ اوفيشال بنك تشيك، شيك رسمي، شيك البنك هو اللي كاتبه على نفسه. تشيك از درون اون ذا بنك فاند، الشيك مسحوب على البنك، وشيك از درون اون ديبوزيتد تشيكنج اكونت، الفلوس اتخصمت من حسابك، البنك جنبها على جنب عنده في حسابه وقال لك خد الشيك اهو. لو انت بتعمل ايه؟ بتستعمل الشيكات المصرفيه دي امتى برضه؟ لو انت مثلا رايح تشتري شقه مثلا، او رايح تشتري عربيه، انا اشتري عربيه. انا لسه من حوالي اسبوعين كده اشتريت عربيه، فعمليه شراء العربيه في السعوديه سهله جدا يعني، ما تخيل كده. طيب في مصر لو انت رايح تشتري عربيه مثلا، عربيه تمنها مثلا 8 مليون ونص 2 مليون جنيه، فالمفروض الاول انك بتروح تشوف العربيه وتكشف عليها، عجبتك هتدفع ثمنها وتاخدها، ما عجبتكش كفى الله المؤمنين القتال. بس مش منطقي ومش من الامان انك تاخد معاك مليون ونص عشان تروح تقابل حد انت ما تعرفوش، وحد اول مره تشوفه، خصوصا لو انت جايبه من على النت ولا حاجه، عشان تكتشف العربيه وهو عارف ان انت معاك مليون ونص في الشنطه بتاعتك. فهنا وفي نفس الوقت لو العربيه طلعت فعلا كويسه، مش هتقول له حاجه اجيب الفلوس من البيت واجي لك. وفي نفس الوقت برضه الراجل لو قلت له خد شيك عادي يقول لك هو انا اضمنك منين؟ انا اول مره اشوفك، مش يمكن تطلع نصاب وتاخد العربيه وتمشي وانا يبقى معايا حته ورق اه هي شيك وبتاع، بس انا اروح ادور عليك فين؟ فالحل بيبقى السيرتيفايد تشيك. انت تشتري عربيه من احمد محمود، فتعمل رحت البنك بتاعك عملت شيك مصريه باسم احمد محمود، العربيه عجبتك، هتطلع الشيك من جيبك وتديه لاحمد محمود، تاخد العربيه وهو ياخد الشيك. كده هو كانه خد فلوس في ايده، فلوس مضمونه، لان الشيك ده استحاله يرتد، وانت خدت العربيه بتاعتك اللي عجبتك. تمام؟ طبعا الكلام ده على اعتبار ان مفيش موضوع الحوالات البنكيه، لان لو الحوالات البنكيه موجوده خلاص هتطلع الموبايل من جيبك، رقم حسابك كام يا ابني؟ هتحول له فلوس وكف الله المؤمنين القتال، تاخد عربيتك وهو هو ياخد فلوسه وخلاص روحنا. فالكاشير تشيك او السيرتيفايد تشيك ده شيك مسحوب على البنك. الشيك ده استحاله يرتد، بس ممكن نتصور. خليك واثق ان الشيك اللي معاك اصلي مش مزور. لان الناس اكتشفت اهميه الشيك دوت، فبدل ما يعملوه ابتدوا يزوروه. فكل حاجه كده تلاقي لها ثغره كده، المخ البشري مش هيعجز ابدا. مستر سؤال بس، هو الشيك اللي البنك بيطلعه دوت ممكن يطلع لحامله؟ لا يعني مش مش من مصلحتك انك تطلعه لحامله. والبنك بص هو قانوني مفيش حاجه تطرق، بس البنك مش هيعملها وانت ما تعملهاش. ليه بقى؟ افرض الشيك ده وقع منك، ضاع منك، انت كده لبست، لو هو الحامله انت لبست، اي حد هيلاقيه هيروح يصرفه، البنك مش هيقول له اسمك يا حد اصلا. فاهمني؟ انت بتعمل الشيك عشان تحمي اموالك، فما تضيعهاش انت بايدك. بس لازم تكون عارف مثلا اسم الشخص طبعا ماشي. طب وانت ايه اللي هيضر انك تبقى عارف اسمه؟ عشان تعمل الشيك باسم. عادي جدا، ما فيهاش اي مشكله. والله عجبتك البيعه تمام، ما عجبتكش خلاص روح يا باشا البنك كنسل الشيك، ومش هتخسر غير ثمن العموله بتاعت اصدار الشيك اللي هي كانت حوالي 250 جنيه. ما اعرفش في السعوديه كام يعني، بس هي رقم يعني مقارنة بالمخاطر اللي انت وفرتها، لا الرقم تدفعه انت عن طيب خاطر يعني.
معليش انت قصدك بالشيك هذا اللي هو الشيك المصدق اللي يكون اصلا اوريدي الشيك المصدق. لما يطلع يكون المبلغ محجوز في البنك صح؟ بالظبط، عشان كده قلت لك ان هو استحاله يرتد، لان البنك خد الفلوس وحجزها عنده لحد ما الشيك يتقدمه. تمام. بس معلش يا مستر، بس احنا عندنا في مصر في حاجه اسمها سيرتيفايد شيك، وفي حاجه اللي هو الشيك المصرفي او بيسموه البنك درافت. الاثنين واحد، الاثنين نفس المعنى، الاثنين نفس المعنى، هي اختلاف مسميات بس. انا السيرتيفايد شيك دوت انا عملته قبل كده، بعمل شيك ومن دفاتري وبوديه للبنك بيختم عليه ان هو التوقيع مطابق وبسلمه. لا دي قصه، دي قصه ثانيه اللي انت بتتكلم عليه، دي قصه ثانيه، ده ما يعتبرش سيرتيفايد شيك. السيرتيفايد شيك الشيك نفسه بيطلع من البنك، فاهمني؟ انما هنا البنك بيطابق على ايه؟ بيطابق على صحه التوقيع، فاهمني؟ دي خدمه كده البنك بيعملها لك زياده جدعانه من عنده، يعني ده ما لهاش علاقه بالشيكات. ما هو انت دلوقتي البنك طابق لك على صحه التوقيع صح؟ معايا؟ طب افرض انت حسابك ما فيهوش فلوس اصلا، ما هو الشيك هيرتد برضه. ما هو بياخد الفلوس يجنبها. لا بياخد الفلوس يجنبها في الدرافت تشيك. السيرتيفايد تشيكس او الكيس اللي انت بتكلمني عليها، ان البنك بيختم على الشيك ان التوقيع مطابق، هو بس بيضمن للراجل ان التوقيع ده هو التوقيع الصحيح، انما ما بيضمنش للراجل ان في فلوس في الحساب. هو الكيس دي حصلت يعني في بنك كيون بي في مصر، واخد عمل مطابقه على الشيك، والشيك جنب المبلغ بتاعه في حساباته. ده يبقى درافت لغايه تشيك. ده درافت تشيك. بس على دفاتر الشيكات بتاعت الشركه مش هتفرق بقى على دفاتر الشيكات ايه يعني. خلي بالك الشيك اصلا يعني قانونا مش شرط انك تكتبه على دفتر شيكات، فاهمني؟ قانون الشيك نفسه زي وصل الامانه كده، او البروميسوري نوت. ما هو البروميسوري نوت او وصل الامانه دوت او الكمبياله، لما كل دي وسائل وسائل اقراض اقرها القانون، فاهمني؟ بتضمن حق ان اهم حاجه يكون خطك ويكون الدنيا دي كلها. فوارد جدا ان البنك يقول لك خلاص اعمل الشيك وانا اختم لك عليه. وارد جدا ان البنك يطبعه من عنده. انا مش فارق معايا الاليه اللي هيتم بيها اصدار الشيك، على قد ما فارق معايا الميكانيزم ان البنك بيضمن اموال الراجل اللي مكتوب له الشيك. هي دي المهمه قوي. تمام فهمت. طيب اللي بعد كده الجفرنمنت وارنز. الجفرنمنت وارنز دي اللي هي من الاخر كده الشيكات الحكوميه. الشيكات الحكوميه او اي مدفوعات حكوميه. افرض انت دلوقتي مقاول، رصفت الطريق جده ينبع، طريق طوله حوالي 350 كيلو رصفته، فيك عند الحكومه مليار ريال مثلا. الحكومه مين اللي بيدفع عنها؟ البنك المركزي. فالحكومه بتدي لك حاجه شيك حكومي او جفرنمنت وارنت، او بيعملوا لك تحويل لو انت في بلد ما فيهاش تحويلات يعني. فقال لك ان جفرنمنت فاينانس وارنت از ان اوردر، هو امر بالدفع تو باي ذات انستراكت ا تريجرر اللي هو محافظ البنك المركزي او اللي هو الراجل اللي معاه مفاتيح بنك الحكومه، تو باي ذا وارنت هولدر اللي معاه الورقه دي اون ديماند اور افتر ماتيوريتي ديت. الوارنت ديبوزيتد ات ذا بانك ار روتد بيزد اون ان ماي سي ار لاين انفورميشن. الراجل اللي معاه الشيك الحكومي دوت عنده اوبشن من اثنين، يا اما يروح البنك المركزي يحصله وياخد الفلوس كاش وده غالبا ما بيحصلش، يا اما يدي الشيك للبنك بتاعه والبنك بتاعه يبتدي يحصل فيه. طبعا يبقى ليه روتنج نمبر اللي هو خط سير الشيك، اتسلم من فين، راح فين، جه منين، الكلام ده. تو ذا كولكتنج بانك ذات بروسيس ذيم از كولكشن ايتمز، والكولكتنج بانك بريزنت ذا وارنت تو ذا جفرمنت انتيتي تريجري ديبارتمنت، بياخد الشيك ويقدمه للتريجري ديبارتمنت او للبنك المركزي فور ذا بيمنت ايتش بزنس داي. في امريكا الوارنتس ار ايشود باي سام ستيت تريجررز. امريكا طبعا النظام فيها معقد شويه، ان هي بلد فيدراليه وفيها ولايات، وكل ولايه ليها تريجرر او محافظ بنك مركزي للولايه، فالموضوع يعني معقد حبتين. فور بيرول بيربوسز مرتبات الموظفين الحكومه، فور اكونتس بيبل تو فيندرز لو فيها مقاول او مورد عمل خدمه للحكومه، رصف طريق، عمل جنينه، عمل صلح او عمل مبنى حكومي مثلا، بنى مبنى حكومي، ورد حاجات، ورد كشافات، ورد صناديق امامه مثلا، ورد اكل للحكومه، ورد اي حاجه. اور فور تاكس ريفاند بيمنت، لو حضرتك دفعت ضرائب بالزياده واثبتت ان انت دفعت ضرائب بالزياده فانت كده ليك فلوس عند الحكومه، طبعا الحكومه هترجع لك الضرائب، فاهمني؟ فور تاكس باي تاكس باير فور ا بيمنت اوف اونر اوف انكليمد مونيز. وكمان التركات اللي هي التركات اللي مالهاش اصحاب، لو انت لو حد لا قدر الله توفاه الله وهو ملوش ورثه
الحكومه بتاخد الفلوس دي لحد ما يظهر له ورثه. فلو ظهر له ورثه واثبتوا فعلا ان هم قرايب الراجل اللي مات دوت، الحكومه هترجع لهم الفلوس عن طريق الورث. فالورث هي الشيكات الحكوميه او المدفوعات الحكوميه، لان هي مش شرط تبقى شيك، ممكن تبقى تحويل. الماني اوردر، الماني اوردر از ماني اوردر از بريبيرد انسترومنت ايشود باي فاريوس ثيرد بارتيز ساتش از بانك بوستال سيرفيسز اور كونسيومر اوت. عارف زي ايه؟ عارف كارت في كارفور كده بيبقى في حاجه اسمها كارت الهديه، مش عارف هنا في موجود في السعوديه ولا لا. عارف انت كده بيبقى كارت قيمته 500 جنيه او 500 ريال مثلا، بتقول كارفور بيقول لك ان اي حد هيجي لو انت عايز تهادي حد ولا حاجه، بدل ما تدي له فلوس في ايده وتحرجه، لا روح كارفور ادي له الكارت ب 500 جنيه او 500 ريال دوت، وهو بيشتري حاجات من كارفور بقيمه الكارت ده. فده بتسميه نعم كوبون قصدي كوبون. اه بالظبط. فهو هنا الكوبون ده بنسميه ماني اوردر، هو بريبيد انسترومنت. انت حضرتك دفعت ثمنه في الاول مقدما لكارفور، وخلي بالك دي خدعه شيطانيه برضو من الاوتلتس، هقول لك ليه. فهنا اللي بيعملوه يا اما ثيرد بارتيز، اكتر ناس بتعمله الاوتلتس السوبر ماركتس، وفي بعض الدول محطات البنزين بتعمله، هقول لك برضو ليه. هنا حضرتك بتقول للراجل ان اي حد يحمل هذا الكارت يديله بضاعه او يديله خدمه بمقدار الاموال اللي موجوده في الكارت ده، ممكن يكون بقى 500 ريال 1000 جنيه 100 دولار كده. And the money order is an obligation of the issuer. وحضرتك كارفور في أي وقت حد يروح له معاه الكارت ده مطالب إن هو يديله بضاعة بقيمة 500 جنيه أو 500 ريال. طيب إيه الخدعة الشيطانية في كده؟ كارفور أولاً خد منك فلوس قبل ما يعمل لك أي حاجة، قبل ما يديلك أي بضاعة، خد منك 500 جنيه حطهم في الدرج بتاعه. وال 500 جنيه دول هم اعتبرهم مبيعات، لأن ال 500 جنيه دول غالباً البتاع ده بيبقى غير قابل للإلغاء وغير قابل للاسترجاع، فغصب عنك هتشتري من عنده. فهو هنا زود مبيعاته لانه اجبرك تشتري من عنده، وكمان خد منك فلوس ان ادفانس قبل ما حضرتك تسحب اي حاجه من الرف. فهي دي الخدعه الشيطانيه. طيب وسيله الدفع اللي بعد كده بيبل ثرو درافت. بيبل ثرو درافت ده تقدر تقول عليه امر بالدفع، لان كلمه درافت مقصود بها امر. عارف انت ساعات ما ساعات مثلا بيبقى ما عندكش الفورمه بتاعت التحويل بالنسبه للتحويلات الورقيه، بيبقى ما عندكش الفورمه بتاعت التحويل تبقى خلصانه من عندك، فحضرتك تخش على الكمبيوتر بتاعك كده تكتب جواب للبنك: الساده البنك الاهلي المصري، برجاء تحويل مبلغ مليون جنيه من حساب رقم كذا لحساب رقم كذا باسم السيد محمود محمد سيد، وذلك بتاريخ اليوم، ودي امضه التوقيع امضه المفاوض. ده اسمه درافت، امر بالدفع. فكلمه درافت يعني امر بالدفع. فهي از بيمنت انسترومنت ريسمبلينج ا تشيك، يعني توازي الشيك او تكافئ الشيك. ذات از درون اجينست ذا بير راذر ذان ذا بانك، ات از هاندلد لايك ا تشيك ثرو ذا كليرنج بروسس. حضرتك بتروح تسلمها برضه في البنك زي الشيك بالظبط، وبتاخد استلام من البنك استلام. But responsibility for paying the draft lies on the payer referred as a drawee in case of draft. The primary reason company use the draft is to preserve the right to review the items prior to final pay. هنا بقى الدرافت بياخد جزء مختلف شويه. في بعض الشركات بتقول لك ايه؟ بتقول لك والله احنا هندفع لك فلوس بس بعد ما حضرتك توفي بشويه التزامات. هندفع لك فلوس بس بعد ما حضرتك تعمل لنا شويه التزامات. زي ايه مثلا؟ زي شركات التامين مثلا. شركات التامين مثلا انت دلوقتي مامن على سيارتك، ولا قدر الله حصل لك حادثه، هتروح لشركه التامين تقول لهم انا عايز التعويض، هيقول لك طب خلاص تمام، انت فعلا ليك عندنا تعويض، بس احنا عايزين تقرير المرور، وعايزين فاتوره الاصلاح اللي انت صلحت بيها العربيه بتاعتك او السياره بتاعتك، وعايزين مش عارف ايه، وعايزين تفريغ الكاميرات من مكان الحادث عشان نعرف مين الغلطه. فهنا هو ربط الدفع بايه؟ بوجود مستندات او وجود عوامل اضافيه. فهنا عمليه الاثبات ان انت تستحق المبلغ دوت بتقع على عاتقك انت. فلك the primary reason company use this is to preserve the right to review the items prior to a final payment. تحتفظ نفسها بالحق ان هي تراجع الايتمز دي قبل ما تفرج عن الفلوس. شركات التامين عاده بتعمل كده، وكمان برضو عشان يدوا نفسهم فرصه ان هم يعطلوا الفلوس اللي خارجه من عندهم شويه، وكمان يحاولوا يدوروا على اي ثغره موجوده في الورق عشان يقلل لك مبلغ التعويض او يعمل لك حاجه زي كده.
وبرضه هنستعمله في ايه؟ هنستعمله في التجاره الدوليه، ودي هنشرحها ان شاء الله في شابتر 12 باستفاضه ان شاء الله. طيب سؤال بس يا استاذ محمود، والله البيمنت ثرو درافت دوت، حضرتك قلت مثال دلوقتي شركات تامين بتبقى بتستخدم الانواع دي من البيمنت، هل البنك بيبقى بارت من البروسيس دي ولا هو طبعا بتاعها؟ الشركه بتبقى قايله له ما تدفعش فلوس غير لما كذا 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 يتقدم ده، يعني الحته دي تبان قوي في حركه ال سي اللي هي خطابات الاعتمادات المستنديه. البنك بيقول لك ايه؟ كاش اجينس دوكيمنت، قدم لي مستندات تاخد فلوسك. فالشركه من اول ما بلغها بالمستندات اللي هي لما تكون عنده يصرف. فاهمني؟ شركات التامين انت ما بتوديش الورق للبنك، شركات التامين انت بتودي الورق لشركه التامين، وشركه التامين بتفرج لك عن الفلوس. الحته اللي بقول لك عليها كاش اجينس دوكيمنت دي اللي المستندات بتقدم للبنك في ال سيز او الاعتمادات المستنديه. ودي زي ما قلت لك كده هناخدها باستفاضه في شابتر 12. بس الكيس اللي قدامنا دلوقتي او طريقه الدفع دي، انا لو بتعامل مثلا مع شركه تامين هي بتطلع لي المستندات لشركه التامين، هتودي المستندات لشركه التامين وشركه التامين هتدي لك الدرافت. اوكي ماشي، يعني انا بتعامل مباشره مع شركه تامين بس صرف المبالغ عن طريق البنك. صرف المبالغ عن طريق البنك، يعني لان الشركه لازم تدي لك امر بالدفع او تبعت للبنك امر بالدفع عشان ايه؟ يصرف الفلوس لك. تمام خلاص تمام. معلش السؤال، هي الفكره مو في التحويل صح؟ هي الفكره هي الفكره انه زي ما قلت كاش اجينست دوكيومنت، فهي الفكره اتوقع كاش اجينست دوكيومنت. بص انا مش واثق فيك وانت مش واثق فيا مثلا، فانا قلت لك طب خلاص تعالى نخلي البنكين بتوعنا يتصرفوا مع بعض. فانا قلت للبنك بتاعي فلان الفلاني ليه عندي 100,000 جنيه، لما يجيب لكم الورق ده اصرفوا له. انا هنا وكلت ال سي هي ال سي، هي ال سي، ال سي واحده من الدرافت. فحضرتك لما تقدم الورق والبنك يتاكد ان هو سليم وهو اللي انا قايل له عليه هيصرف لك الفلوس. طب ليه انا ما اصرفلكش الفلوس دايركت؟ انت خايف مني ان انا اتهرب منك او ان انا لوعك عليك. بالضبط. طيب ممتاز. طيب اللي بعد كده بري اوثورايزد درافت ايه بقى؟ بص يا ريس، عارف انت كلنا طبعا عارفين نتفليكس وشاهد وامازون مش عارف ايه وبتاع المنصات اللي هي يعني تفتح تلفزيون دلوقتي، يعني انا مشترك فيهم كلهم الحمد لله، ما اتفرجش على اي حاجه فيهم، وكل ما افتكر ان انا الغيهم بكسل. طيب الناس دي بياخدوا فلوسهم منك كل شهر، بس هم عشان يفكروك. بص بقى، بص دي حته فكره شيطانيه برضه في التسويق. انا دلوقتي واحد مش انا مشترك في شاهد ونتفليكس وبرايم امازون وستارز بلاي ومش عارف ايه تاني كده مش فاكر. فانا لو كل واحد جالي فيهم كل شهر يقول لي يا محمود ادفع الاشتراك كده، وانا ازاي مشترك عندك اصلا دايما ما بتفرجش عليك، مش عايز يا عم الاشتراك بتاعك واتكل على الله. فهو عشان عارف النقطه دي فهو بيقول لك ايه؟ والله بص انا هسهل عليك الاشتراك وادينا بس الكريدت كارد بتاعك واحنا كل شهر نخش نسحب المبلغ من غير ما نزعجك. هو مش فكره مش عايز يزعجك، هو مش عايز يفكرك، لان هو لو فكرك انت هتلغي الاشتراك. هو بيعمل ايه؟ بياخد من حضرتك بري اوثرايز درافت، حضرتك بتدي له تفويض على حسابك او على الكريدت كارد بتاعك، ان بمجرد ما ميعاد الاستحقاق يجي اخصم من الكريدت كارد او من الحساب بتاعك. مين اللي بيعمل كده كمان؟ شركات الاتصالات. شركات الاتصالات تلاقي شركات كتير قوي بتقول لك ايه؟ بيقول لك والله انت ممكن تربط حسابك البنكي بال 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 بصدور الفاتوره، عشان لو انت بتنسى دفع فواتير الموبايل بتاعتك تتخصم من حسابك البنكي على طول. فهم برضو مش عايزين تفكر انت اتكلمت بكام الشهر دوت، ومش عايزينك تفكر انت عملت ايه، هم عايزين ياخدوا الفلوس كده من سكات من غير ما انت تحس. انت طبعا هتحس، بس هتحس ليه؟ لما تبص على الكشف. فهنا البري اوثرايز درافت دي نوت از ريموتلي كريتد تشيكس، هو قاعد في بلدهم هناك سحب من حضرتك الفلوس. يوز تو درو اور درافت اجينست بير اكونت ذا تشيك از ان اسايند اند ذا بي راذر ذان ذا بير، يعني البير اللي هو سوري البي اللي هو بياخد الفلوس هو اللي بيعمل الدرافت ده. انيشيت ذا ترانزاكشن البير سوري البي انيشيت ذا ترانزاكشن والار سي سي دي ار تيبيكالي كرييتد فور وان تايم بيمنت. هنا بقى بص فرق بين حاجتين، في حاجات بتتعمل لوان تايم بيمنت وفي حاجات بتتعمل على طول. النتفليكس ده تلاقيه بيعملوه على طول، شركات الاتصالات هتلاقيه بتعملها على طول، شركات التامين لو انت مامن على حياتك مثلا وبتدفع قسط كل شهر هتلاقيهم واخدين ايه على طول. فانت حضرتك بتعمل لهم تفويض كده
يعني انا شخصيا بدفع بالكريدت كارد، فالتفويض يا اما بيتم مانوال يا اما بيتم اوتوماتيك. الابلكيشنز كلها عندها الديفايس او الميكانيزم بتاع التفويض الاوتوماتيك دوت، بس شركات التامين مثلا اليانز مثلا انا موقع لهم على ورقه نفس توقيع البنك بتاعي، عشان لما يروحوا دول البنك بتاعي البنك ما يصرفهم. قالك because they are not RC typically created for one time payment. عادة بتبقى one time payment، بس ده ما يمنعش ان في حاجات recurring such as a late bill payment or debt settlement. كمان برضو زي ما بقولك بدا، لو انت هروح تخد قرض من البنك والبنك كل شهر ليه خصم، ليه يخصم القسط بتاعه، فحضرتك اول ما السالري بتاعك ينزل او ترانزاكشن هتلاقي ايه الخصم بتاع الـ بتاع الـ بتاع قسط القرض. فحضرتك برضو وانت بتمضي على الابلكيشن بتاع القرض بيبقى فيه ايه، بيبقى فيه تفويض للبنك ان هو يخصم من الراتب بتاعك. Because they do not bear a signature and can be created without the knowledge of the payer, RCC are vulnerable to a fraud. يعني بما ان هم ما لهمش توقيع فعلي، او اكثرهم ما لهمش توقيع فعلي، وممكن اي حد يعملهم ويسحب منك مبالغ ومش عارف ايه، فهم عرضه للتزوير. فعشان كده بنصحك ما تحطش البيانات بتاعتك غير على ابلكيشن محترم، ابلكيشن موثوق فيه، فاهمني؟ عشان الحته دي. As a result many bank refuse to accept them for his deposit. في قانون في امريكا اسمه CC most clearing house agreement. Any bank that transfer or present RCC warrants that the check is authorized by the person whose account the check is. هنا برضو القانون دوت بينص ان البنوك لازم تتاكد بشكل او باخر من الايه، من الحته. دايما في الحته دي افتكر الابلكيشنز كلها اللي انت مشترك فيها اللي انت اكيد نصها ما بتستعملهاش، كل ما تقول انا هلغي تكسل تمام تعمل اي حاجه، لان هو زي ما قلت لك كده في اول المحاضره هي فيها فكر تسويق ايه، ان هو لو كل شهر فكرك بيه وانا عايز الفلوس بتاعتي، يا عم انا مشترك اصلا معاك ليه؟ انا بقالي سنتين ما فتحتكش، اتكل على الله مش عايز المشترك بتاعك. طيب هل المثال ده ينطبق على الدايركت ديبت؟ في حاجه اسمها دايركت ديبت احيانا البنوك بتعملها، او الدايركت ديبت ده برضو ان حد بيخش على حسابك بيسحب الفلوس مباشره، فده برضو انت بتديله تفويض قبل كده، اسمه بري اوثرايزد درافت، التفويض المسبق سميه بقى زي ما تسميه. اوكي. السايد درافت او التايم درافت ده التفويض لمره واحده بس، في حلول التاريخ الفلاني ادفعه لفلان ده الرقم، هو مش مرتبط بحاجه، هو مرتبط بحلول تاريخ معين. يعني في اليوم الفلاني ادفعه المحمود، في اليوم زي المرتبات مثلا، انت المرتبات مثلا الاتش ار بتاعك بيخلص المرتبات من يوم 15 في الشهر مثلا، وبقيه الشهر يقعدوا يترقوا في صوابعهم، تمام؟ هو بيخلص كل حاجه ويخلص الكالكوليشن ويخلص كل حاجه ويرفع على السيستم ان الفلوس دي كذا. يوم 25 مثلا او يوم 28 زي ما انت بتقبض الفلوس تنزل في حسابك. فده اسمه تايم درافت، هو مرتبط بحلول تاريخ معين عشان الفلوس تدفع. فالسايد درافت is usually presented in a combination with other documents that verify the term of the transaction have been met. If all the documentation are in order, then the draft is payable upon present. اللي هو الايه؟ السايد درافت. السايد درافت ده فرق بين حاجتين، السايد درافت والتايم درافت. السايد درافت يستحق الدفع دلوقتي immediately. التايم درافت يستحق الدفع بس بحلول تاريخ معين. فالسايد درافت دوت زي فكره ال LCs. ال LCs انت لو قدمت الورق المتفق عليه والبنك قبل الورق خلاص فلوسك هتاخدها دلوقتي. التايم درافت قدم الورق المتفق عليه وخلاص تمام انت بتستحق الدفع، بس تستحق الدفع في تاريخ معين. لما يجي التاريخ هتاخد فلوسك. فرق بين حاجتين، فرق ما بين السايد درافت والتايم درافت. السايد درافت الفلوس تستحق دلوقتي، التايم درافت الفلوس تستحق في تاريخ معين. طيب استاذ محمود سؤال بس لو سمحت. اتفضل. احنا دلوقتي قرينا كذا كذا حاجه من طرق الدفع، ممكن بس لو سمحت توضح الامتحان بيبقى جاي ازاي في الاجزاء اللي زي كده؟ هل هو بيعمل مقارنات؟ هل بيحط ترم معين؟ لا، بيديلك مثلا حاجه يقول لك والله في عميل عمل كذا 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 وهيقدم الورق وهياخد فلوسه ساعتها، ده يعتبر ايه؟ سايد درافت. في عميل عمل كذا كذا ورقه مطابق وقدم الورق وهياخد فلوس كمان شهر، يبقى ده تايم درافت. يقول لك في واحد اشترك في اشتراك البي سبورت مثلا بيخصموه كل 3 شهور، ده ايه؟ ده بري اوثرايزد درافت بس. تمام، فاهمني؟ او يجي يقول لك والله انت شركه وعندك الوضع الفلاني وعايز تحافظ على الكاش اللي معاك، تعمل ايه؟ تختار اي واحد فيهم؟ التايم مثلا بيدي لي الفرصه شويه معايا، اديك فرصه شويه عشان تاخر المدفوعات، او تختار الشيكات.
مثلا بي دي سي او شيء. اوكي تمام ماشي كده احنا خلصنا المدفوعات الورقيه كل المدفوعات الورقيه. حد عنده مشاكل او حد تايه حد عنده تاني؟ بس سؤال، هل بالضروره المنتجات دي كلها موجوده مع البنوك مش بيستخدموها؟ لا لا ولا لا في لا. اه يعني كل دوله كل التاني. كل دوله وليها القوانين بتاعتها اللي بتسمح ببعض الحاجات وما بتسمحش ببعض الحاجات. يعني مثلا في امريكا في تحصيل الشيكات عن طريق الصور، في الشرق الاوسط كله ما فيش الكلام ده، واعتقد في دبي، انت عايش في دبي انت يعني صح؟ او دبي اه ما فيش تحصيل الشيكات بالصور، تحصيل الشيكات بالشيك نفسه صح؟ مش عارف، انت شرحت لي ده ما بين البرانش والهيد اوفيس، فمش عارف ما بيمشوها ازاي. كل بص لا خلي بالك بص يعني هو البرانش والهيد اوفيس ده هم مش هيخترعوا قانون، لازم قانون الدوله نفسه يبقى بيسمح بالكلام ده. بس في حاجه تانية كويسه قوي شفتها، البنك بيكون عامل سيستم بيدخل فيه ثيرد بارتي، شركه مسؤوله عن تحويل الاموال او نقل الاموال بمعنى اصح الكاش والشيكات، وبيسيب لك ماكينه عندك في البرانش في الشركه بتاعتك بتعمل دي عليها بنسميها سكان. بص دي بنسميها سمارت فولت، دي هشرحها لك باستفاضه في شابتر 12. موجود اوكي. دي برضه انت بتحط الشيك دلوقتي جوه المكنه فبيتعمل له سكان، فكانه سمع في البنك، فالبنك بيبتدي يحصله. وفي بعض البنوك بتدي لك كريدت او حته من الكريدت، يعني لو شيك ب 10000 يدي لك 5000 مثلا في حسابك لحد ما الشيك يتحصل. فاهمني؟ وصراحه شفتها بتنزل ايميديتلي في نفس الوقت نفس الساعه حسب الاتفاق اللي بينك وبين البنك. فاهمني؟ بس هو هنا سلفك الفلوس دي، هو ما حصلش الشيك، هو هنا سلفك الفلوس دي بموجب صوره الشيك اللي عنده. بس لازم يكون في عقد فاسنت معاه او اوفر درافت اكاونت. وفي حاله ان الشيك ما اتحصلش هيرجع يخصم منك الفلوس دي وبيسلمك كامل المبلغ ولا ايش؟ حسب الاتفاق اللي بينك وبينه. هو هنا في الكيس اللي هو بيتكلم عليها دي، البنك سلفك الفلوس، سلك يعني لو شيك ب 10000 هو ما شافش غير صوره الشيك. هو في دوله ما بتسمحش بالتحصيل بصور الشيكات، القانون ما بيسمحش بكده. خلي بالك البنك مش هيصحى الصبح يقول لك انا هحصل بصور الشيكات، لازم قانون الدوله نفسه ينص على ذلك عشان الحقوق حقوق الناس ما تضيعش. تقصد في البوكس بتاعت البنك لايبيليتي عليا او انا هي بالنسبه لي ريسيفر. هو هنا في بعض البنوك قالت لك ايه؟ قالت لك والله احنا فروع البنوك مش مغطيه الدوله كلها. ففي مثلا خلينا ناخد مثال بالسعوديه، في مثلا مدينه زي مدينه رابغ ما فيهاش فرع البنك ساب، اقرب فرع مدينه الملك عبد الله اللي هي حوالي 60 او 70 كيلو، والفروع الثانيه في جده مثلا 140 كيلو ولا 150 كيلو. طب لو في واحد مثلا بنكه ساب ومعاه شيك، هل لازم يضرب مشوار 60 70 كيلو ولا 150 كيلو عشان يروح بس يودع الشيك، ولا تسهل عليه حياته؟ فنعمل له مثلا حاجه زي الاي تي ام نسميها السمارت فولت في مول جنبه، تقول والله حط الشيك في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الاي تي ام او في السمارت فولت دي، واحنا لينا اكسس عليها. فالشيك كفيزيكالي كورقه موجوده جوه الاي تي ام دي او جوه الخزنه دي، والبنك خد صوره من الشيك. البنك عاده بيبعت عربيه نقل اموال او شركه نقل اموال لرابغ يومين في الاسبوع، يوم الاحد ويوم الثلاث، تمام؟ فبياخدوا الشيكات ويعملوها. فهو البنك ابتدى يحصل الشيك او ابتدى يعمل شغله او ابتدى يعمل شويه شغل كده لحد ما الشيك نفسه يجيله، احسن ما ان هو ايه ينتظر لحد ما الشيك نفسه يجيله وبعدين يبتدي الشغل. هو وفر له يومين او ثلاثه. ولو في اتفاق بينك وبين البنك، البنك ممكن ينزل لك الفلوس كلها ايميديتلي في ساعتها، بس هتبقى على سبيل السلف. يعني ايه على سبيل السلف؟ يعني لو الشيك ارتد لاي سبب من الاسباب هيخصم منك الفلوس دي تاني. لو البنك حصل الشيك خلاص يبقى انت تمام وامورك طيبه والحياه حلوه. ماشي؟ الحته دي هنشرحها باستفاضه في شابتر 12 ان شاء الله، لما نوصل له هقول لك هتتم ازاي. طيب تعالى نتكلم عن نقل الاموال الالكترونيا. كل اللي كنا بنتكلم فيه ده ان انت بتعمل ورقه والفلوس بتتنقل من حد لحد، وورق وتوقيعات وحبر والكلام ده. ماذا عن التحويلات بقى والكلام ده كله؟ فقال لك most countries at least have one or more system for settling electronic fund transfer. يعني كل دوله على الاقل فيها نظام واحد، على الاقل فيها نظامين وثلاثه واربعه وعشره. هدفه ان هو ايه؟ يسهل التحويلات اللي ما بين البنوك دي، ويساعد البنك المركزي في تحقيق السياسه النقديه والشمول المالي،
وان احنا نقلل التعامل بالكاش. خلي بالك تقليل التعامل بالكاش دوت ميزه للدوله، لان الدوله تبقى عينها على كل الناس شايفه ايه اللي بيحصل بالظبط، لان التعامل بالكاش ده الدوله مش شايفه حاجه. التعامل بالكاش الدوله مش شايفه حاجه. يعني انا قابلتك مثلا على القهوه، ليك عندي فلوس $1,000، طلعت فلوس من جيبي اديتهم لي، خلاص الدوله اللي شافت انا قبضت كام ولا شافت انت عندك. لما حضرتك تعمل لي تحويل بال$1,000، لا الدوله شافت ان الفلوس خرجت من اكس لحساب زد، فبالتالي لو زد ده عليه مشكله، طب هو اكس ده ايه علاقته بيه؟ الفلوس دي هتستعملها في ايه؟ يعني في شويه حاجات كده. طب انت الفلوس دي تدفع عليها ضرائب ما تدفعش عليها ضرائب؟ فهنا كل الدول هدفها ان هي تبقى مسيطره على الامور، تبقى شايفه كل حاجه لاسباب كتير. يعني في some countries have only one system but the majority have many systems. الالكترونيك فاند ترانسفير هاز تو كومبوننت، دي شقين رئيسيين، الكليرنج والسيتلمنت. السيتلمنت اللي هو خلاص الفلوس اتنقلت، الكليرنج اللي هو تبادل المعلومات. تبادل المعلومات. فالكليرنج is a transfer and confirmation of information between the paying bank and the PE bank. بنك ساب بعت للبنك الاهلي انا هبعت لك تحويل ب $1,000 لمحمود، طب خلاص مستنيين التحويل. السيتلمنت الفلوس فعليا اتنقلت. الفلوس فعليا اتنقلت. فالسيتلمنت is actual transfer of fund between the relevant bank. الكليرنج اند سيتلمنت كان بي دان ان ريال تايم، ريال تايم اللي هو الار تي جي اس اللي هو ريال تايم جروس سيتلمنت، الفلوس اتنقلت ساعتها زي نظام سريع وزي الار تي جي اس، سيم داي او نيكست داي او لونجر بيريود زي ايه؟ زي الاي سي اتش. ما دام انت بتتكلم عن تحويل الاموال في مصطلحين رئيسيين لازم تعرفهم. المصطلح الاولاني اسمه فيناليتي، من اسمه كده خلاص كل حاجه فاينل. الفيناليتي هي النقطه اللي عندها ما ينفعش ترجع التحويل. النقطه اللي عندها ما ينفعش ترجع التحويل، يعني لو اكتشفت انك حولت مبلغ غلط او حولت المستفيد غلط او حولت بعمله غلط، خلاص طولت انك ترجع. قبل النقطه دي ممكن تكلم البنك يوقف التحويل، بس ما دام وصلت للنقطه دي خلاص. وخليني اقول لك على حاجه، لو انت بتستعمل الار تي جي اس او الريال تايم جروس سيتلمنت اللي هو بينقل الفلوس في ساعتها، فالنقطه دي تساوي زيرو، لان حضرتك بمجرد ما دوست سبميت الفلوس اتنقلت، فخلاص تو ليت انك تغير اي حاجه. فقالك وين ذا بيمنت از ايريكفربل اند انكونديشنال، يعني البيمنت مش مشروطه بشرط، مش محمود يقدم ورق فياخد فلوس، لا، ولا ايريكفربل غير قابله للاسترداد، ديتيرمايند باي ذا ترانسفير سيستم رولز اند ابليكابل رولز، تحدد بقواعد وقوانين الدوله المنظمه. خلي بالك البنوك لازم تلتزم بقواعد وقوانين الدول اللي هي شغاله على ارضها. يعني لو دوله ما بتسمحش بصور الشيكات، البنك يقدر يجرؤ ان هو يشتغل بصور الشيكات. مش بنك يقدر يجرؤ ان هو يشتغل بصور الشيكات. حضرتك برضو عشان كده تلاقي بنوك اجنبيه بتعمل ترانزاكشنز في دول معينه، وفي دول ثانيه ما ينفعش تعمل ترانزاكشن دي، لان القانون في الدول الثانيه ما بيسمحلهاش بكده. فبالتالي لو بنك انجليزي، بنك امريكي، بنك فرنسي، بنك ايطالي وبيشتغل على ارض الامارات مثلا، لازم يلتزم بقوانين الدوله الاماراتيه. عشان كده مثلا تلاقي ان في بنوك بتعمل ترانزاكشنز في اوروبا ما بتعملهاش في الشرق الاوسط، عشان القوانين ما بتديهاش الحق ده. النقطه الثانيه جروس سيتلمنت فيرسس نت سيتلمنت. جروس سيتلمنت يعني التحويل بيتنقل تحويل. نت سيتلمنت ان البنوك بتتكلم بينها وبين بعض، انا ليه عندك 1000 وانت ليه عندي 500، طب احول لك ال 500. الجروس سيتلمنت ده لو في بنك، انا بنك وانت بنك، انا ليه عندك 100,000 وانت ليك عندي 70,000، انا احول لك ال 100 في تحويل وانت تحول لي ال 70 تحويل، ده اسمه جروس سيتلمنت. طب نفس الحاله انا بنك وانت بنك، انا ليه عندك 100 وانت ليك عندي 70، خلاص انا احول لك 30 الفرق او انت تحول لي 30 الفرق. حولنا بس الفرق. الجروس سيتلمنت كل واحد بيعمل تحويل بكامل المبلغ، النت سيتلمنت بنحول بس الفرق، الطرف المستحق بيحول للمستحق اليه الفرق. طيب انت عشان تعمل الكترونيك فاند ترانسفير سيستم محترم، الجهه اللي اسمها سي بي ام اي دي جهه في امريكا حطت رولز عشان تضمن السكيورتي والانتجريتي بتاعت البيمنت سيستم. لان خلي بالك النظام البنكي كله ونظام المدفوعات والكلام ده كله نقطه ضعف الثقه. لو الثقه اتهزت خلاص يا معلم دي فلوس. لو الثقه اتهزت خلاص، لو انا شكيت في البنك بتاعي ان هو بنك ضعيف، ولا فلوسي ممكن تتسرق، ولا فلوسي ممكن تضيع، يا عم اقفل ام الحساب ده وخلاص على بنك تاني، دي فلوس انا شقيان بيها. فاهمني؟ فلو الناس شكت في نظام المدفوعات محدش هيستعملها.
security of an important payment to maintain the stability of the general economy. زي ما اقول لك كده دي مساله امن قومي. systematically important systems are used to process urgent or time sensitive client payments. اه الحته دي بقى مهمه. انا امتى بستعمل الار تي جي اس؟ الار تي جي اس اللي هو بينقل الفلوس في ساعتها. لما حضرتك يبقى عندك مبلغ حساس او سريع او محتاج تنقله بسرعه لان عدم نقله هيترتب عليه خساره او منفعه هتضيع. طبعا الكلام ده مش هنضرب في السعوديه لان السعوديه اصلا عندها نظام الار تي جي اس هو النظام الطبيعي هو الديفولت. السعوديه فيها نظام اسمه سريع دوت نظام ار تي جي اس ريال تايم جروس سيتلمنت بينقل الفلوس في ساعتها وبلاش تقريبا التكلفه ريال واحد لحد 20000 ريال بالنسبه للافراد بالنسبه للشركات ما اعرفش قد ايه. قال لك most important systematically important system to settle payment individually in real time using RTGS. ال RTGS دي اختصار لكلمة real time gross settlement. real time gross settlement نقل الأموال لحظيا. clear and settle يعني هو بينقل الفلوس وينقل المعلومات كمان. individual transaction continuously through system processing day payment the receiving participant is final and irrecoverable. يعني ده مجرد ما التحويل اتعمل خلاص too late. يعني بدل ما تحول 1000 حولت 10000 ربنا يعوض عليك في التسعه. خلاص مش هينفع ترجعهم الا لو الطرف الثاني رجعهم لك بقى لو هو عنده ضمير وضميره صح ويرجعهم. وين ار تي جي اس بروسيسور اللي هو عباره بيبقى البنك المركزي او حد ثاني either credit the amount of the payment order to the receiving bank account or send a notice to the receiving bank which is earlier. يعني اما بينقل له فلوس او يبعت له مسج ان الفلوس جات لك والفرق بينهم بيبقى ثواني لان النظام ده اصلا نظام شغال في لحظتها. example for RTGS الحته دي مهمه بقى لازم تبقى عارف اسامي الانظمه دي. الفيد واير في امريكا نظام اسمه الفيد واير ده نظام سريع في السعوديه. شابس في انجلترا. LVTS في كندا، تارجت 2 في اليورو زون، وكنابس في الصين. وضيف عليهم سريع في السعوديه. ال RTGS او الريال تايم جروس سيتلمنت بايمنت also used by companies to facilitate major transactions that are time sensitive and the irrecoverability of the payment is required. يعني ممكن الراجل يقول لك والله انا مش واثق فيك، اعمل لي تحويل غير قابل للاسترداد. في نوع من انواع التحويلات كده بس طبعا مش موجود عندنا اسمه غير قابل للاسترداد. انت بتحط تيك مارك كده ان انت ما ينفعش ترجع الفلوس دي لان انت في تحويلات اللي قابله للاسترداد انت ممكن تقول بعد ما تحول للراجل فلوس وتاخد البضاعه ترجعها تاني تقول والله لا ده انا غلطت في التحويل او الراجل ده ما يسحقش الفلوس. فالراجل بيقول لك ايه اعمل لي تحويل غير قابل للاسترداد الريكفري. التارجت 2 هو الار تي جي اس سيستم بتاع اوروبا واليورو 1 از ا برايفتلي اون ار تي جي اس فور يورو. هنا اوروبا فيها نظامين، في نظام اسمه تارجت 2 ده نظام حكومي ونظام اسمه يورو 1 ده نظام خاص قطاع خاص. طب البنك بتاعك بيستعمل انهي نظام فيهم بيزد على الاجريمنت او الاتفاقيات اللي عاملها البنك بتاعك مع اي من الانظمه دي والارخص بالنسبه للبنك. انت بالنسبه لك كمستهلك او كمستخدم مش هتفرق معاك السيستم ايه على قد ما يفرق معاك النتيجه ان الفلوس توصل معاك. فعاده انت كمستهلك ما بتعرفش البنك بتاعك بيستعمل انهي بقى انهي سيستم بس يعني ده بيفرق معاك في التسعير حاجات بسيطه يعني. طيب الالكترونيك فاند ترانسفير ده الار تي جي اس دوت لما ابتدى في الاول كان غالي كان مكلف عشان كده ما كناش بنستعمله غير في المبالغ الكبيره. فاحنا ابتدينا خصوصا بعد ازمه الشيكات ابتدينا ندور على وسائل ثانيه تكلفتها اقل وتعمل نفس الغرض. فاذر الكترونيك فاند سيستم ار يوز تو اكسشينج نون كريتيكال بيمنت انستراكشن بتوين بانكس بهاف اوف كونسيومر اند كمبانيز. بص نون كريتيكال بيمنت يعني مش مهم قوي مش ضروري توصل دلوقتي. طيب السيستمز دي امثله منها اي سي اتش في امريكا اسمه اي سي اتش. باكس في انجلترا ده اسم السيستم. اي سي جي في هونج كونج. ستيب 2 في يورو. في امريكا فيها نظامين للاي سي اتش، في اثنين اي سي اتش اوبريتور واحد اسمه واحد اسمه الفيد اسمه كده الفيد بروسيس موست اوف ذا اي سي اتش ترانزاكشن. البرايفت اوبريتور اسمه ايه؟ اي بي ان الكترونيك بايمنت الاي سي الفيد ده الاي سي اتش الحكومي والاي بي ان ده الايه؟ الاي سي اتش القطاع الخاص. برضه البنك بتاعك بيختار اي واحد فيهم بيزد على الاتفاقيات بتاعته وعلى التسعير وحاجات ثانيه كتير انت مش طرف فيها.
الاوريجينيتنج بانك ديسايدد ويز اوبريتور تو يوز، او زي ما قلت لك كده البنك اللي بيطلع الفلوس هو البنك بتاع حضرتك، هو اللي بيقرر اي واحد ممكن يستعمله بيزد على الاجريمنت بتاعته والترانزاكشن بتاعه. في جهه رقابيه بتشرف على الكلام اسمها ناشا، is a trade organization that is responsible for managing the development administration government of USSH. في بعض الدول عندها حاجه اسمها جيرو بيمنت. الجيرو بيمنت ده مقابل للاي سي اتش، هو موازي ليه. البير اللي هو غالبا الكونسيومر جيب اوثرايزيشن تو ويز بانك بيز هو دايركت ترانسفير، والاوثرايزيشن ده ممكن يبقى الكترونيك عن طريق الانترنت بانكينج، بالتليفون عن طريق الفون بانكينج، كتابي ان حضرتك تعمل ورقه وتمضي عليها. تبقى لو انت عميل تقيل وعميل مهم بالنسبه للبنك تبعت لهم على الواتساب فينفذوا. يعني وات ايفر وسيله التفويض ايه او وسيله الموافقه ايه، المهم ان لازم يبقى في موافقه في النص. طب بص بقى الحته اللي جايه دي، انا قلت لك ان الار تي جي اس ده كان بيتنفذ واحد واحد، وده للبيمنتس الكبيره. طب البيمنتس الصغيره اللو فاليو ترانزاكشن ار تيبيكالي سنت ان باتشز، يعني بنلم خمس ست تحويلات كده في تحويل واحد. And third party service provider to operator for a processing one or two business day before settlement dates. يعني لو التحويل حق يوم 27 احنا بنبعته للبنك يوم 25، بس الكلام ده كان زمان، الكلام ده موضه قديمه. دلوقتي النهارده في سيستمز برضه منخفضه التكاليف وبتنفذ في نفس اليوم خلال ساعه ساعتين. The operator then delivers a transaction to the receiving institution at a defined time. لو تعبتوا او فصلتوا قولوا لي، يعني انا ملاحظ ان الناس سكت كده مره واحده، انا عارف ان النهارده الرغي كتير، فلو تعبتوا او فصلتوا قولوا لي مفيش اي مشكله. مية مية يا ريس. ماشي. طيب فقال لك ايه بقى؟ قال لك الـ 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 الحاجات دي عرضة للتزوير، يعني المزورين ما سابوش حاجة. فقال لك producing a broad range of control and balances banking on the low value payments like debit filters and the blocks. بص بقى قال لك ايه؟ قال لك والله بص انت دلوقتي احنا بقينا في عالم كل حاجة فيه متاحة. فدلوقتي احنا محتاجين نحمي اموال الناس اللي شغالة معانا، فبرضه نعمل ايه؟ نعمل حاجة اسمها debit filter وبلوك. في بعض الجهات كده لو جالك تشارج منها انا كبنك هرفض الناصب. يعني في بعض الدول كده ايه مشبوهه، اذربيجان، كازاخستان، مش عارف ايه. فلو جالي حد بيطلب فلوس من حساب حد عندي في البنك كده هرفض. كمان البنك بيزود البنوك كمان دلوقتي بتزود الاويرنس او الوعي بتاع العملاء بتوعها ان هم ما يدخلوش على سيطات مشبوهه. بتقول لك ما تستعملش بابليك نتورك عشان ما حدش يسرق بيانات الكارت بتاعك، ما تستعملش كمبيوتر مش بتاعك لان وارد جدا ان عليه جهاز نسخ البيانات الكارت ينسخ بياناتك وبعدين تتسرق. الكلام ده كله، فكل الوسائل دي من وسائل الحمايه. كل الوسائل دي من وسائل الحمايه، يعني مثلا هتلاقي في بعض البنوك مثلا او تقريبا كل البنوك في السعوديه بتقول لك ان انت لو دخلت على حسابك الانترنت بانكينج بتاعك من كمبيوتر اول مره تخش عليه او ديفايس اول مره تخش عليه هتلاقي البنك بيكلمك او رافض يدخل لحد ما يبعت لك اس ام اس على الموبايل عشان حضرتك تدخلها وتاكد ان انت نفس الشخص مش حد سرق الحساب بتاعك. كل دي وسائل حمايه بتحاول ان هي تقلل فكره الفرود او التزوير او السرقه. زي انكريز ان ذا انترنت. اتفضل. معلش ممكن تشرح تاني الجمله اللي بين قوسين دي اللي هي تخص ريستريكت ذا ابيليتي تو يوز ا ستولن روتينج ترانزيت نمبر اند اكونت نمبر تو ويزدرو ماني فروم اكونت يوزنج اس اتش. انا لو دلوقتي خدت بيانات الحساب بتاعك، البيانات الكريدت كارد بتاعتك دي رقم حساب، تعتبر حساب مدين، فاهمني؟ فدلوقتي لو انا سرقت البيانات بتاعتها ما انا ممكن اخش اسرق منك فلوس زي الناس بتشوفهم على الانترنت دول، يقول لك صحيت الصبح لقيت مسحوب من الكريدت كارد بتاعي مش عارف 100000 جنيه ولا مش عارف كام. ده حد سرق بيانات الكارت بتاعه. فالبنوك بتتحوط لكده وتقول لك والله احنا بنعمل حاجه اسمها ايه؟ فلتر وبلوك. لان في بعض الدول كده عاده السرقات دي بتيجي من دول شرق اوروبا، بتيجي من دول اسيا الوسطى، كازاخستان واذربيجان ومش عارف نيجيريا البلاد دي. فبتقول لك والله لو انت جاي لك حاجه من حد عايز حسابك انا كبنك هرفض، حولها له انت بطريقتك. يعني خش انت على الانترنت بانكينج بتاعك ودخل الاي بان بتاعه وبيانات الحساب بتاعه وحول له انت الفلوس. انما هو ياخد من حسابك دايركت، انا كبنك لو هو بنك محترم هيرفض. في بنوك طبعا تعبانه، اي حد بتعديه عادي.
طب ايه الفرق بالظبط ما بين الراوتنج ترانزيت نمبر والاكونت نمبر؟ الاكونت نمبر خلاص، الاكونت نمبر عارفينه. اوكي، الروتنج ترانزيت نمبر دوت ان هو يغير مسار التحويل، ممكن يخش غير على الـ على الـ على الانترنت يغير مسار التحويل، بدل ما يروح لحد يروح لحد تاني. تمام اوكي. اللي بيزيد الطين بله بقى النهارده الانترنت سهل كل حاجه. فلك ذا انكريز ان ذا انترنت اند اكسبت بيمنت اند اونلاين بانكينج كرييتد ا ديماند فور لو فاليو سيستم تو سيتل مور كويكلي ذان الاي سي اتش. الاي سي اتش زمان كان بياخد يومين او ثلاثه، النهارده لا، مش هيبقى يومين وثلاثه، احنا في عالم بيجري بسرعه. فلك ميني كونتريز بروفايدد سام فورم اوف سيم داي اور نير ريل تايم ترانزاكشن. في بعض الدول اجتهدت او يمكن كل الدول اجتهدت وخلاص وعملوا ترانزاكشن او سيستمز تعمل التحويلات القليله دي اللي كانت زمان بتاخد يومين وثلاثه في وقت قليل او تقريبا بدون وقت خالص. اشهر الامثله ايه بقى يا باشا؟ اليو كي فاستر بيمنت سيرفيسز لانش 2008 تو بروس ريل تايم بيمنتس اول داي افري داي تو ميك يو كي جوفرمنت ديماند تو ريديوس ذا كليرنج تايم اوف اي سي اتش ترانزاكشن. انجلترا نفسها، الحكومة الإنجليزية نفسها هي اللي زقت البنوك تحت الكلام ده كله، وعملوا نظام كان بيخليك تحول لحد 10,000 جنيه، 10,000 جنيه استرليني في ساعتها، والليمت ده ابتدى يزيد لحد ما يوصل ل 52,000. سيبا اللي هي السنجل يورو بيمنت اريا، اللي هي الاتحاد الأوروبي أو الجهة المالية المشرفة على الاتحاد الأوروبي، سيبا دي اختصار لسنجل يورو بيمنت اريا. انستنت كريدت ترانسفير، عندهم نظام اسمه انستنت كريدت ترانسفير، بقى موجود في دول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي من نوفمبر 2017، وده بيسمح لك انك تحول فاليوز لحد 15,000 يورو خلال الوقت الحالي، وده هيزيد وقت بوقت بوقت بوقت. خلي بالك برضو ان سيبا دي او الاتحاد الاوروبي فيه حته ثانيه، ان هم دلوقتي هم اقتصاديا بيتعاملوا ان هم دوله واحده. يعني لو انت في انجلترا، سوري، لو انجلترا خلاص خرجت بره، لو انت في ايطاليا وليك واحد قريبك صاحبك في اسبانيا وعايز منه فلوس هيحولها لك، ما تعتبرش تحويل دولي، ده يعتبر تحويل محلي. ليه؟ لان ايطاليا هي دوله واسبانيا دوله، بس هما الاثنين تحت الامبريلا بتاعت سيبا، وده بيسهل جدا 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 التجاره والبزنس. مش عايز اقول لك عامل ازاي، انا شخصيا فادني كتير قوي. مره كنت دوله ما ومزنوق في فلوس يعني، وطبعا الفلوس عشان تجي لك من مصر محتاجه ايام وشهور، فكلمت حد صاحبي حبيبي يعني في سويسرا فظبطني بصراحه، ربنا يمسيه بالخير يعني. فهنا السيبا هم دول مختلفة، بس اقتصاديا بيعاملوا معاملة دولة واحدة. فلو انت في انجلترا، سوري انجلترا خرج يعني، مش عارف ليه بسرعة من انجلترا، لو انت في ايطاليا وواحد في البرتغال، انتوا الاثنين لما تيجي تحولوا لبعض ده يعتبر تحويل محلي، لان انتوا الاثنين تحت الامبريلا بتاعت السيبا. طيب تعالى كلمني بقى عن الكروس بوردر اند فورين كرنسي دومينيتد بيمنتس، التحويلات الدوليه بقى. بوست كروس بوردر الكترونيك فاند ترانسفير سيستم بتحتاج لبنك وسيط كورسبوندنت بنك، الا في الحاله اللي شرحتها لك المحاضره اللي فاتت لو تفتكر، اللي هي الدول اللي موقعه بينها وبين بعض اتفاقيات مباشره، زي ايه؟ زي البنوك المصريه والبنوك السعوديه، البنوك المصريه والبنوك الاردنيه، البنوك السعوديه وبنوك الهند وباكستان. طب ليه السعوديه بتعمل كل الكلام ده؟ عشان السعوديه عندها عماله وافده كتير قوي من باكستان، وعماله وافده كتير قوي من الهند، وعندهم عماله وافده كتير قوي من مصر. فالناس دي قالت لك ايه؟ قالت لك احنا ليه نكسب البنك الوسيط لما ممكن احنا نكسب؟ ليه نكسب؟ هو برضو فكر ان هم ايه؟ اسهل لك التحويل، اقلل تكلفه التحويل عليك يا مغترب، فبالتالي استحوذ على حصه اكبر من التحويلات، فبالتالي اكسب اكتر. بس الطبيعي في التحويلات الدوليه ان في كورسبوندنت بنك، الا لو البنوك بينها وبين بعض علاقه مباشره. طب لو انت بتحول من بنك في كينيا لبنك في مصر، لا، كينيا والبنوك الكينيه والبنوك المصريه معروفين ببعض اصلا، فهنا لازم بنك مصري. عشان كده اللي فيكم مثلا مغترب في السعوديه او في دول الخليج عامه، تلاقي ان انت ايه، لو حولت مثلا من بنك مثلا بنك الرجحي مثلا او البنك الاهلي للبنك الاهلي في مصر، تلاقي التحويل تكلفته 18 ريال ونص ويوصل خلال ساعتين ثلاثه، عكس لو حولت من بنك زي بنك ساب للبنك الاهلي المصري، التحويل يوصل تاني يوم وتلاقي عموله التحويل 46 ريال. هنا ساب والبنك الاهلي المصري مفيش بينهم بعض علاقه مباشره، ففي كورسبوندنت بنك. البنك الرجحي والبنك الاهلي المصري في بينهم علاقه مباشره،
وبالتالي مفيش كورسبوندنت بانك، فبالتالي تكلفه التحويل بقت اقل والتحويل بقى اسرع، لان الاثنين هما الاثنين داخلين في بعض. طبعا الكتاب مش ذاكر لك الحته دي، انا بزيدك من عندي عشان تبقى عارف الباك جراوند بيبقى ماشي ازاي. فقال لك although there are payment systems that offer a cross-border settlement between certain countries. بص هي الحته اللي بقول لك عليها، هو ظهرها لك اهي، ما بين certain countries، مصر والسعوديه، مصر والاردن، السعوديه والاردن، لان هو في برضه ما شاء الله ناس اردنيين كتير يعني، احسن ناس، السعوديه وباكستان، السعوديه والهند، مصر والكويت، وهكذا. الحته اللي بقول لك عليها دي اللي هي السنجل يورو بايمنت اريا، دي اللي هي ايه ال 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 بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هو الايه الاختراع بتاع الايه بتاع ان هم كلهم دلوقتي بقوا تحت الامبريلا بتاع الاتحاد الاوروبي، كلهم دلوقتي بقوا تحت الامبريلا بتاعت الاتحاد الاوروبي. امان؟ حد عنده مشاكل؟ حد تايه؟ حد اشرح له تاني؟ وصلت ولا لسه مركزين؟ معاك يا مستر. طيب الفورن كرنسي بيمنت سيستم ده بيتم ازاي؟ بص في ايه بقى؟ في نمبر اوف كانتريز هاف ا فورن كرنسي دومستيك بيمنت سيستم. في بعض الدول اللي هي تعتبر مراكز ماليه عالميه، مراكز ماليه عالميه اللي هي ملتقى الاموال من كل حته. الدول دي اكتسبت شهره في مجال الاموال ومجال هي مراكز ماليه عالميه، زي ايه؟ زي هونج كونج، زي سنغافوره، زي سويسرا، البلاد اللي هي ايه محط ملتقى اموال العالم. فقال لك نمبر اوف كانتريز هاف ا فورين كرنسي دومستيك بايمنت سيستم اكزامبل انكلود سنغافور يو اس دي تشيك كليرنج سيستم. النظام المصرفي بتاع سنغافوره والنظام المصرفي بتاع هونج كونج اللي اسمه اي سي جي سيستم. النظام المصرفي بتاع هونج كونج ده بص بيتعامل مع كام عمله؟ كليرز بارك الكترونيك بايمنت فاند ترانسفير ان يو اس دي، بيتعامل مع الدولار والبتاع اللي هو عمله الصين الشاينيز ريمي دي، از ويل از الهونج كونج يو اس دولار، اللي هو سوري الهونج كونج دولار، وبيتعامل مع الين الياباني، وبيتعامل مع الماليزي، يعني بيتعامل مع اكتر من خمس ست عملات نفس المعامله عادي جدا ما بيهمكش. تعالى بص احنا بقى في الدول العربيه، هتلاقي الدول العربيه تقريبا اغلب الـ 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 الانظمه بتاعتنا بنتعامل مع عمله او عملتين. يعني هتلاقي في السعوديه مثلا التعامل الرئيسي بالدولار، التعامل الرئيسي بالدولار، هتلاقي في مصر التعامل الرئيسي بالدولار برضه، هتلاقي يعني حتى التعامل بين مصر والسعوديه لما انت تيجي تحول مثلا من مصر للسعوديه، بس بلاش مثلا مصر والسعوديه دوت عشان لا في ما ينطبقش عليه، لان في علاقه مباشره بين الريال والجنيه، في سعر صرف واضح. لو انت مثلا بتتعامل ما بين السعوديه ودوله زي كينيا مثلا، مفيش علاقه واضحه ما بين الريال والشيلين الكيني، فبالتالي لو واحد بيستورد بضاعه من كينيا، واحد سعودي بيستورد بضاعه من كينيا، الفاتوره مثلا ب 10000 دولار، سوري 10000 ريال، بلاش الدولار. كينيا عملتها الشيلين والسعوديه عملتها الريال، هتلاقي ان البنك بيحول الشيلين لدولار وبعدين يحول الريال لدولار، فهنا وصلنا الدولار. في الدول اللي بقول لك عليها دي مفيش الكلام ده، لان النظام بيقدر يتعامل مع عمله الصين وعمله اليابان وعمله الدولار وعمله هونج كونج وعمله كل العملات، بيعملها كلها واحده. احنا عندنا ما بنتعاملش غير مع عمله واحده، فلو في عمله مش موجوده عندنا في الليسته هنضطر نحول نستعمل الدولار كعمله وسيطه. طب ده ضرره ايه؟ ضرره ان هو بيبقى فيه فروقات بسيطه كده بتاثر يا اما عليك انت كراجل بتدفع او كراجل بيقبض، في تكلفه بيدفعها حد معين، لان انت لما بتحول من عمله لعمله في مارجن او في سبريد، فبدل ما تدفع في ترانزاكشن المارجن مره واحده بتدفعه مرتين، مره لما حولت من الريال للدولار، ومره ثانيه لما حولت من الدولار للشيلين اللي هو عمله الراجل اللي بيصدر فيه. فتعدد العملات دوت ميزه للاقتصاد، وده بيخليك محط انظار العالم. Which clears the Japanese yen leg of all cross-border electronic payment. The Hong Kong RTGS system, نظام بتاع بص بقى نظام بتاع هونج كونج ده اسمه شاتس. Provides the ability to settle يورو دولار العملة الصيني الرمبي بيمنت دي
and also linked with RTGS system in Malaysia, مربوط كمان بالنظام الماليزي, نظام في ماليزيا وتايلاند, to facilitate cross-border payment with those countries. عشان برضو لو انت عايز, لو انت في هونج كونج وعايز تعمل تحويل لماليزيا, ده يتعمل تحويل RTGS, الفلوس هتسمعك في ساعتها دلوقتي لانه تحويل دولي. لو انت في هونج كونج وعايز تعمل تحويل لتايلاند هيسمع دلوقتي. طيب الكروس بورور اي سي اتش ترانزاكشن دي اولزو موست بيمنت سيستم تيبيكالي اوبريت وذين ا سبيسيفيك كونتري, ده ممكن نعمل برضو اي سي اتش ترانزاكشن ما بين الدول المختلفه. فالكروس بورور اي سي اتش ترانزاكشن اور انترناشونال اي سي اتش ترانزاكشن از اكومبليشد ثرو ذا يوز اوف جيت واي بانك اور ا سيرفيس بروفايدر ذات ويل ريسيف ذا ترانزاكشن ان وان كونتري اند ذن فورورد ذم تو اي سي اتش سيستم ان انذر كونتري. يعني في اتفاقيه معينه كده ما بين ده وما بين ده, زي الاتفاقيه اللي ما بين ايه, اللي ما بين البنك الربحي والبنك الاهلي المصري. فهو ده غالبا بيستعملوا بعض كايه, كجيت واي. في امريكا اليو اس فيدرال ريزيرف بانك بروفايدز ذيس سيرفيسز كولد فيد جلوبال. في امريكا اسمها فيد جلوبال, والاي سي اتش بيمنت بتاعتها بيشتغل مع حوالي 25 دوله. ما اعتقدش من ضمنهم كان دول في الشرق الاوسط, كان مين اللي بيشتغل مع كندا وبيشتغل مع المكسيك ومع امريكا الجنوبيه وبعض الدول في اوروبا. الفيد جلوبال دوت هاز ا ستاندرد اوبشن فور ديستريبيوتنج اكروس بورر بيمنت بتوين ديبوزيت اكاونتس نون از اكاونت تو اكاونت ترانسفير. الاكاونتس تو ريسيف اوبشن اند ات ويل اولسو اوفر الاونج ذا فاند فروم اكاونت ات يو اس بانكس تو بي ريتريفد باي ذا ريسيفر ايذر بارتيسيبيتنج بانك لوكيشن اور ا تراستد ثيرد بارتي بروفايدر ان سبيسيفيك ريسيفنج كونتري. يعني هو بيشتغل على دول محدده بس, وفي اليه معينه لتحويل الفلوس, اليه من ثلاث اليات. الاليه الاولانيه فيكسد تو فاريبل. يعني حضرتك بتسلم في امريكا دولار والراجل اللي بيستلم بعمله البلد بتاعته. يعني انت حولت لكولومبيا مثلا, كولومبيا عملتها, انا لسه متفرج على فيلم على اسمه ايه ده دلوقتي عن كولومبيا, مش عارف عملتها ايه كده, عمله تعبانه, عمله معفنه كده, فمشيها اكس, عمله اكس, فالدولار بيساوي 100 اكس. فلو انت حولت 1000 دولار اللي هناك هيستلم 100000 اكس. فده فيكسد تو فاريبل. انت في امريكا بتسلم دولار او بتحول دولار, اللي هناك بيستلم بعمله البلد بتاعته اللي هي فاريبل كل يوم بسعر. الميكانيزم الثاني فيكسد تو فيكسد. انت في امريكا بتسلم دولار والبلد الثانيه كولومبيا بيستلم دولار برضه, هو بقى يصرفه في الصرافه براحته. فده بنسميه فيكسد تو فيكسد, يو اس دولار تو يو اس دولار, دولار قصاد دولار. طيب الحاجه الثالثه فيكسد تو فيكسد فورين كرنسي تو فورين كرنسي. انت في امريكا بتسلم عمله البلد دي اللي هي اسمها اكس, واللي في كولومبيا بيستلم بعمله البلد اللي اسمها اكس برضه. فانت سلمت اكس وهو استلم اكس, فده برضه عادي يسمح بيه, وما تقوليش قضيه عشان بيتداول بعمله غير مسموح بيها. لا, النظام الامريكي بيسمح بالكلام. في بعض الناس اللي بتشتغل في نقل الاموال وهم مش بنوك, زي مين؟ زي الويسترن يونيون. الويسترن يونيون دي مش بنك, هي مش بنك, هي شركه نقل اموال. عندك الويسترن يونيون, عندك حاجه اسمها ماني جرام, عندك حاجه اسمها ايه تاني, اس تي سي بي محفظه الكترونيه. عندك الويسترن يونيون, الماني جرام, عندك حاجه اسمها اير سبورت, عندك حاجه ثالثه اسمها تيلي ماني. كل دي شركات بتشتغل في نقل الاموال, هي في الحقيقه مش بنوك, هي وسيط ما بين طرف وطرف. وغالبا البيمنتس اللي بتتم ما بين الناس دي غالبا يا اما حاجه تايم سنسيتيف قوي ان احنا عايزين نوصل لها, او المستفيد عنده شويه مشاكل, عنده مش عايز الفلوس اللي بتوصل في حساباته في البنك عشان الملاحقه, او عشان ان ما حدش يبقى شايف داخله ايه, لان هي عاده بتبقى بره النظام المصرفي, لان الشركات دي مش بنوك. الشركات دي مش بنوك, دي شركات كده بتعمل ايه, بتعمل خدمات. بصوا خلينا ناخد الحته اللي جايه دي المحاضره الجايه, ان الحته الجايه دي محتاجه ذهن فريش كده, واحنا النهارده يعني عارف ان احنا النهارده اتكلمنا كتير قوي, فخلينا ناخد الحته دي المحاضره الجايه مع شابتر 15, مع شابتر 5 وبس, لان انا محتاجه الحته دي محتاجه تتفهم كويس جدا 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 جدا, لان اغلب الاسئله هتجيلك في الحته دي. على سمحت يا مستر, بس بتاكد هل في سبب معين خلانا نبدا من شابتر 4؟ لان انا ما حضرت. في سبب معين. شابتر 1 نعم بسرعه حاجه. نعم بسرعه حاجه. نعم بس كمل.
طيب شابتر واحد بيكلمك عن اللي انت هتاخده جوه الشهاده، بيكلمك عن اللي انت هتاخده جوه الشهاده، وبيكلمك عن هيكل التريجر، تحس اللي عامله بتاع اتش ار مش بتاع تريجر، مش هيضيف لك معلومات فنيه خالص. شابتر 2 لو انا اديته لك دلوقتي هتكره نفسك وهتكره الشهاده وهتكره التعليم وهتكرهني وهتكره كل حاجه، لان هو يقول لك قانون رقم كذا صدر سنه كذا بيقول كذا، قانون رقم كذا بيقول سنه كذا صدر سنه كذا، قانون رقم كذا صدر سنه كذا بيقول كذا. فبرضه مش عايز ادهولك، مش عايز اقفلك مني، ده هنديه في الاخر، واحد واثنين دايما بنديه في الاخر. شابتر 3 ال في شويه تعديلات انا لسه بعدل عليه، لان هو بيتكلم عن الفاينانشال انستتيوشن وعشان البنوك المركزيه وهيكل البنوك، فبرضه المعلومات اللي فيه مش دسمه قوي زي اللي في شابتر 4. عشان كده شابتر 4 هي البدايه الحقيقيه للايه للكورس يعني، وبعد شابتر 4 ان شاء الله ناخد شابتر 3 ان شاء الله. اوكي وضحت، الله يعطيك العافيه حبيبي، تحت امرك. اي اسئله ثانيه يا شباب؟ يعني شابتر 1 و 2 هيتشرح برضو ولا المفروض ان احنا نقرا في الاخر ان شاء الله؟ في الاخر ان شاء الله، في اخر الكورس خالص ان شاء الله. اوكي طيب، ده بالاسبوع الجاي ان شاء الله، وتسجيل المحاضره يبقى عندكم بكره ان شاء الله او بعده، مش هنتاخر زي ما قلت ان شاء الله. اشوفكم على خير جميعا.